بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالووند مانجمنت كورس. هي تقريبا 10 محاضرات، كانت أول واحدة الووند كلاسيفيكيشن، بعدها كانت الأسسمنت، الووند ديبرايتمنت، الأنتيسيبتيك سولوشن، الووند كلينسينج. النهاردة هنتكلم على الإنفلاميشن والإنفكشن أوف ذا ووند. بعد كده هنكمل بإذن الله على الأوبتيمال دريسنج سيلكشن والفاك ثيرابي أو نيجاتيف بريشر ووند ثيرابي، البي آر بي اللي هي بليتلت ريتش بلازما، الهايبرباريك أكسجين ثيرابي أند أوفلودنج موداليتيز. محاضرتنا النهارده بعنوان الووند انفكشن. اتكلمنا قبل كده ان تايم فريم ورك اللي هو بيتكلم على اختصار ل4 كلمات، التي اللي هي التيشو ديبرايدمنت، الاي الانفكشن والانفلاميشن، الام المويشر بالانس، الاي الايدج اوف ذا ووند. في 2019 الاوروبيان ووند مانجمنت اسوشيشن كملت بقيه المجموعه واضافت ليهم الريجنريشن اوف سوفت تيشو and social factor with surrounding tissue of the wound. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الانفكشن والانفلاميشن والبايوفين. لو فاتك حاجه من المحاضرات اللي فاتت في الووند مانجمنت كورس ممكن هتلاقيها في اللينك بتاع قناه لاكلو كورس تيوب، وعليها جميع محاضرات الووند مانجمنت كورس. زي ما تعودنا كل مره هنبدا كده كام سلايد بسيطه عن الهيستوري اوف ذا ووند مانجمنت والانفكشن. كانوا القدماء المصريين أول ناس اتكلموا على الإنفكشن، وكانت البرديات سميث بيبرس اللي اتوجدت سنة 1700 قبل الميلاد، وكانت اتكلمت على 48 حالة طبية، كانوا 7 منهم بيتكلموا على الووند هيلينج. المصريين القدماء كانوا أول من اتكلموا على الجنتل ووند هاندلينج والريموفال أوف فورين بودي فروم ذا ووند، أبروكسيميتنج الووند إيدجز أند كلين دريسنج فور بروبر مانجمنت. المصريين القدماء برضو كانوا اول ناس استخدموا الهاني في علاج الوونز، استخدموا حاجه اسمها الجرين كلر او الجرين بينت، ودي بتحتوي على الكابر، وده معروف ان هو توكسيك للبكتيريا في علاج الجروح. ما زالت برضو الاسطوره بتاعتهم اللي هي قدروا ان هم يعملوا بريزرفيشن للهيومن بوديز افتر ديس اجينست اكشن اوف بكتيريال بيتريفاكشن، ودي تعتبر معجزة بالنسبة لهم اللي هو علم التحنيط. بعد كده الرومان اتكلموا على الووند والكاردينال ساين للانفكشن والانفلاميشن، واتكلموا عن الهيت والريدنس والسويلينج والبين، واعتبروا ان دول الفور كلاسيكال ساين اوف انفلاميشن. جالين وده كان طبيب يوناني كان بيعالج الرومان جلاديتورز، وهو كان اول واحد اكتشف ان وجود الباس في الووندز بتاع الجلاديتورز كان ليد تو ديليد للهيلينج اوف ذا ووند. باري ده عالم او طبيب فرنسي كان 1509 ل 1590، ولاحظ ان الكلين ووند بتخف بدون اي مشاكل. اول من استخدم ميكشر اوف ايج يوك اند الروز اويل والتربنتين اويل في علاج الووند، ولاحظ ان استخدام الميكشر ده بيدي نتائج احسن من احنا استخدمنا البويلينج اويل لوحديه. كان اول واحد يستخدم انه يعمل ليجيشن للجريت ارتريز اللي موجوده في اللور لمب اثناء عمليات الامبيوتيشن، بدل من استخدام الهوت اير عشان يكوي بيها الارتريز. اتكلمنا قبل كده على ليون من هوك، وده كان اللي اخترع الميكروسكوب، وان هو اول واحد قدر يرسم شكل للاورجانيزم او البكتيريا، وكان جابها من البلاك موجوده في اسنانه. بعد كده جه العالم لويس باستيل سنه 1822 ل 1895، وهو اكتشف ازاي ان احنا نقدر ريموف البكتيريا فروم ديفرنت ليكويدز عن طريق ان احنا بنعملها تسخين، وسمت الطريقه اللي هي الباستريزيشن على اسمه. بعد كده ظهر العالم او الطبيب روبرت كوخ سنه 1843 ل 1910، هو طبيب الماني ويعتبر اول واحد اتكلم على البكتيرولوجيكال تكنيك والستيننج ميثود، وهو اكتشف الفيبري كوليرا، ومن ضمن المقالات بتاعته ان هو قال لك الباثوجين ماست بي بريزنت ان افري كيس اوف ذا ديزيز،
ان الباثوجين ده ان انا اقدر اخده من الشخص اللي عنده الديزيز المعين ده واقدر ازرعه بره. نفس الباثوجين ده لو انا جيت حقنته في كائن سليم او شخص سليم هيتعدي بنفس الديزيز ده، ودي كانت يعني بالنسبه لهم حقائق مذهله ما كانتش معروفه ومتداوله في الوقت ده. بعد كده ظهر مشاركات إغناك سامويلز ويوزيف ليستر واتكلمنا عليها قبل كده، والكسندر فليمنج واختراعه للبنسلين سنة 1928. ودي طبعا مجهودات يعني كانت جبارة في الوقت ده ويشكروا عليها، والناس بعد كده كملوا الرسالة بتاعتهم. نتكلم النهارده إن شاء الله عن الووند انفكشن. فأول حاجة نتكلمها What does wound infection mean؟ Infection means invasion by and multiplication of pathogenic microorganisms in a tissue. يبقى لازم يحصل أول حاجة invasion، بعد كده multiplication للميكروأورجانيزم ده. They may produce subsequent tissue injury and progress to the disease through a variety of cellular or toxic mechanisms. يبقى الانفيجن ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق السكن. يبقى انا كلام السكن as a protection layer mechanical barrier the skin prevent invasion of bacteria and other pathogen into the deeper tissue. مش بس كده، الاويلز الموجوده في السكن والليبيدز والسويت also has a role. البي اتش القليله اللي موجوده على السكن اللي هي تقريبا حوالي من 4 ل 6.5 it is not suitable للسرفايفر للبكتيريا، وبالتالي بتاخد على كتير من الاورجانيزم. الكونتينوس شيدنج اوف ذا لايرز او اكسترنال لاير على السكن دي بتحافظ على السكن اجينست البكتيريا والباثوجينيك اورجانيزم. النورمال فانكشن اوف ذا سكن بريفنت كولونايزيشن اند انفيجن اوف اندرلاينج تيشو باي باثوجينيك اورجانيزم. في وجود الوند نتيجة loss of skin integrity provide a moist and nutritious environment for microbial proliferation. Presence of foreign materials and necrotic tissue facilitate microbial proliferation. يبقى ال wound infection معناها invasion of the microorganism، بعد كده بيحصل لها multiplication وبتزيد في العدد. Wound infection could be at time of injury أو later on بعد كده. It depend on the host resistance والفيريلانس بتاع الميكروأورجانيزم. هنلاقي لفظ كتير قوي اللي هي bacterial bioburden. معناه ايه؟ In wound management and wound healing, the presence of bacteria on the wound must be mentioned in two things. Number one, quantity. Number two, quality. ده معناه ايه؟ لازم لما نشخص او نتعامل مع الوند انفكشن مش جاست ان انا اقول لك ان البكتيريا الموجوده دي كذا، لا لازم الكوانتيتي بتاعتها. عشان اقول ان انا وصلت لمرحله ان في انفكشن يبقى لازم نقيس عدد الكولونيز اللي موجوده من البكتيريا دي. لو زادت عن ال 100,000 كولونيز اقدر اقول خلاص التيشو ده بقى انفكتد، وده بيفيدنا ان احنا نقدر نعمل دوكيومنتيشن وان احنا نقدر نتعامل بعد كده مع الاورجانيزم المختلف. الميكروبيال سيت ان ذا ووند بتعتمد على حاجتين مهمين. اول حاجه النمبر اوف ذا كولونيز، يبقى ممكن الكولونيز دي حصل لها مالتيبليكيشن او لا. حصل لها مالتيبليكيشن يبقى عددها بيزيد زي كده، او ما حصلهاش مالتيبليكيشن بتفضل العدد قليل. تاني حاجه اللوكيشن اوف ذا كولونيز، لو هي اكسترنالي اتاتشد لبره او حصل لها انفيجن لجوه. عن طريق الجزئيتين دول بيتدرج المراحل الانفكشن من just contamination، بعد كده colonization، critical colonization، local infection and finally systemic infection. هنتكلم على اول مرحلة من الميكروبيال ستيت في الوين wound اللي هي contamination. contamination means no multiplying او not multiplying and not invading. يبقى الاورجانيزم بتبقى على السيرفس من بره ما بتزيدش في العدد وما بيحصلهاش انفيجن لجوه. يبقى نوت مالتيبلاينج ذا بكتيريا دونت انكريز ان نمبر اند ذا بكتيريا تعتبر نون ريبليكيتنج اورجانيزيشن ان ذا وند. نوت انفيدنج معنى كده ما فيش هوست اميون ريسبونس
and the bacteria don't cause any damage أو any clinical problems. المرحلة الثانية الكولونيزيشن، إن هي بتزيد في العدد، بيحصل فيها multiplying، البكتيريا بتبقى multiplying، يبقى بكتيريا increase in number. تاني حاجة بيحصل لها invasion لجوه. المرحلة التالتة اللي هي critical colonization، ما زالت بتزيد في العدد، invasion بيحصل invasion deeper tissue، لكن برضو ما زلنا ان مفيش اي sign للinfection، no host immune response، ال wound tissue are not damaged. لكن الاعراض اللي بتظهر دي نتيجة وجود التوكسينز اللي بتظهر او بتخرج من البكتيريا دي، بتسبب الكريتيريا بتاعت الانفلاميشن او الانفكشن. البكتيريا اللي موجودة دي compete with other normal tissue for oxygen and nutrients. المرحلة الأخيرة اللي هي الانفكشن، برضو ما زالت ان هي بتزيد في العدد والانفيجن، بعد كده بيحصل destruction للسوفت tissue. يعني هي بتختلف هنا المرحلة دي مع الكريتيكال كولونيزيشن، هنا بيحصل wound tissue are damaged. بتتقسم local infections، the bacteria multiply, healing is disrupted, spreading infection و systemic infection. ال consensus on wound antiseptics لخصتهم لنا في الخمسة دول وعرفتهم لنا، ودي كانت 2018 اللي هي contamination, colonization, critical colonization, local infection و systemic infection. هنقولهم تاني لأن الموضوع ده مهم. contamination ان الميكروورجانيزم are present بس ما بتزيدش في العدد وما بيحصلهاش انفيجن جوه التيشو زي ما احنا شايفين. كولونيزيشن بتزيد في العدد وتبتدي تعمل الكولونيز على السطح فوق، لكن ما زالت ان مفيش هيميون ريسبونس، مفيش اي ساينز للانفكشن، مفيش تيشو دامج او ديستراكشن. الكريتيكال كولونيزيشن بتزيد العدد جامد بالمنظر ده، ساعات بيحصل لها بارشال انفيجن للسوبرفيشال لايرز، لكن بتبتدي تظهر بعض اعراض الانفلاميشن والانفكشن نتيجه التوكسينز اللي موجوده، لكن اول ما بتخش جوه بتخش على مرحله الانفكشن، او بتبقى في الاول لوكال انفكشن بعد كده بيبقى سيستميك. لوكال انفكشن بيبتدي يظهر بقى الكلينيكال اوبزرفيشن للساينز والسيمبتومز المختلفه للانفكشن، زي التيبيكال الريدنس والسويلنج والانكريز تمبريتشر والبين والفانكشن امبيرمنت، انكريز اوكسيديت في الكوانتيتي والفيسكوسيتي بتاعته، الاودر الخاصه بالانفكشن and stagnation in wound healing. لكن اول ما بيخش جوه ويبتدي ينتشر في الجسم كله يبتدي يظهر اعراض تانية زي الفيفر، increase C reactive protein و systemic host reactions. الباثوفيسيولوجي اوف ذا wound infection، الميكروبيال كولونيزيشن بروسيد وود انفكشن، وزي ما اتكلمنا ان الكولونيزيشن بتزيد في العدد وبيبقى فيها بارشال انفيجن، لكن انفكشن بيزيد في عدد اكتر ويبقى بيحصل فيها انفيجن للديب لايرز. If tissue is devitalized and the host immunity compromised، ده بيؤدي في النهاية ال condition become optimal for microbial growth and invasion following the colonization. السورس اوف مايكرو اورجانيزم زي ما احنا عارفين ممكن تبقى اكسوجينوس او اندوجينوس. الريسك فاكتور فور وند انفكشن، ممكن ريسك فاكتور خاصه بالبيشنت، خاصه لوكال فاكتور في التيشو نفسها او في الوند، او الميكروبيال فاكتور. البيشنت فاكتور زي اولدر ايج، الاميونو سبريشن، الاوبيسيتي، الدايابيتس، الكرونيك انفلاماتوري بروسيس، المال نيوتريشن، ال peripheral vascular disease، ال smoking، anemia، radiation أو ال steroid. local factor زي poor skin preparation، ودي بتبقى في حاجات operative tree management، ال contamination of instruments، inadequate antibiotic prophylaxis، prolonged procedure، ال site and complexity of procedure، ال local tissue necrosis، hypoxia وال hypothermia. microbial factor زي prolonged hospitalization، toxin secretion، resistance to clearance، for example capsular formation. عشان نلخصهم اخترنا اهمهم وقلنا اختصارا لكلمة didn't heal، احنا بنتعامل مع wound بيحصل فيه infection ما بيخفش، ف didn't heal اول حاجة دي الديابيتس، الاي وجود الانفكشن
في منطقة بعيدة في الجسم الإنسان بتساعد إنه ينقل على منطقة المود أو الأوبريشن. الدراجز اللي بيستخدمها البيشنت قبل كده ممكن تقلل الإميونيتي. النيوتريشن ليها دور كبير. التشي نكروزس، الهايبوكسيا، الإكسسيف تنشن أون ووند إيدج، الأنذر ووند اللي موجودة ولا كلها بيقلل بيأثر على الإميونيتي بتاعة الجسم، واللو تمبريتشر ليها دور فعال. لما نتكلم على الباثولوجي احنا عندنا اربع خطوات مهمين جدا او حاجات: انفكشن، السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، السيبسيس والسيفير سيبسيس. انفكشن معناها في البدايه بيبقى لوكال انفكشن دي تو انفيجن اوف فيريلنت مايكرو اورجانيزم may or may not accompanied by classical sign or symptoms of inflammation. السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم هي عباره عن local infection لكن معاها الساينز او سيستمز او سيمتومز اللي هنتكلم عليها، زي تبقى نتيجه ريليز للسيتوكاينز والانترلوكينز والتيومر نيكروزنج فاكتور. بتظهر مع حالات كتيره زي المالتيبل تروما او البيرن او في حالات السيبسيس. عشان اشخصها لازم نتواجد اتنين من الخمس حاجات اللي موجودين دول: التمبريتشر بتبقى اعلى من او تساوي حوالي 38 درجه، الهارت ريت اكتر من او يساوي 90، الريسبيريشن حوالي 20، السي او 2 كونسنتريشن بيبقى اقل من 32، الواي بلس سيل كاونت يا اما بتزيد عن 12 او بتقل عن 4. السيبسيز معناها ان لوكال انفكشن ومعاها سيستميك مانيفستيشن بتاعت السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. يبقى لو الانفكشن لوكال انفكشن مع اعراض السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم الاثنين بيكونوا لي السيبسيس، ودي بتبقى مرحله اكبر. السيفير سيبسيس عباره عن سيبسيس زائد مالتيبل اورجان ديسفانكشن سندروم، ودي بقى معاها حاجه من الحاجات اللي هنتكلم عليها زي الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، او رينال زي الاكيوت تيبولار نيكروزس، هيباتيك زي كواجوليشن ابنورماليتي او هايبر بيليروبينيميا. اجين احنا برضو بنتكلم ان اسباب الحاجات دي الريليز الانترلوكينز والتيومر نيكروزنج فاكتور. هنتكلم على الكلاسيك ساين اوف انفكشن. اول حاجه بيبقى ان ساين اوف انكريز بين سكريشن اكسسيف اماونت للاكسديت، الباد اودر، السلايت السيلولايتس الموجوده حوالين الووند ايدجز، البايركسيا والفيفر، انكريز سايز اوف ذا ووند and the formation of abscess or pocketing formation. According to severity, the wound بتقسم يا اما minor او major. الماينور اللي هو superficial wound infection او surgical site infection، وده بيعتبر wound infection is described as a minor when there is discharge without cellulitis or deep tissue destruction. زي ما احنا شايفين في الصورة just discharge موجود من الوند بتاع الجراحة لكن مفيش أي other signs من severe infection بتبقى موجودة تانية. ممكن شوية redness أو ريسيمة حوالين الوند، بيبقى معاها الريدنس اللي اتكلمنا عليه، البين والسويلنج، الهيت نتيجة الانفلاميشن والديتشارجنج. بس معنى انه سوبرفيشال انه جاست افكت طبقة السكين لاير والساب كيوتينيوس تيشن، لكن ما بيخترقش لا الماسلز ولا البون ولا الديب اورج. الميجر وين ذير از ا باز تشارج ويز تيشو بريك داون، بيبقى ممكن بارشال او توتال ديسنس اوف ذا ديب فاشيال لاير اوف ذا ووند. زي ما احنا شايفين الجرح بيفتح بالمنظر ده وممكن يوصل لحد ويوصل للبون والامبلانتس اللي موجود عليه، ويبقى ديستراكشن لكل طبقه السكين والتيشيو والماسلز والبون، وبعض الاحيان بيبقى واصل للاورجنز او الديب اورجن. بيبقى فيه سيفير بين وهاي فيفر وتشارج والووند جابنج. طيب نفرق ازاي ما بين السوبرفيشال والديب انفكشن؟ مهم جدا ان احنا عشان دي هتفرق معانا كتير جدا في التريتمنت وازاي نتعامل مع الروند، ان احنا نعرف هل ده هو سوبرفيشال ولا ديب. اختصار ليهم في كلمتين نيرفز وستونيز. نشوف اول كلمه نيرفز اللي هي اختصار لبعض الساينز اللي موجوده اللي هي توضح لي ان ده جاست سوبرفيشال انفكشن. الان اللي هي نون هيلينج ووند، الاكس ديت، الار اللي هي الريدنس او البليدنج، الدي وول الديبرس في الوند او جاست سلافينج، والاس اللي هو السميل او الباد اودر. الاستونيز اختصار ان السايز بتاع الوند بيكبر وبيزيد،
التمبريتشر بتعلى، الاو اختصار سكالز اللي هي البون، الاي او الان النيو بريك داون ان الجرح بيزيد في الحجم، الاي الاكسوديت بيزيد، والاريسيما والاديما بيزيدوا، وفاينالي بيبقى في الباد اودر اللي هي السميل وبتزيد برضه. اول واحده هنتكلم عليها النون هيلينج، معنى ايه؟ ان في خلال اخر 4 اسابيع الوند ما بيصغرش في الحجم او بيصغر بكميه اقل من 30%، لان هو المفروض البروجريس بتاع الهيلينج ان هو يزيد او يقل في الحجم اكتر من 30%، لكن لو الجرح في خلال شهر ما نقص حجمه عن التلت انا بقول الجرح ده فيه نون هيلينج. الاكسديت زي ما احنا شايفين وده بيعتبر بودي ريسبونس تو ذا انجري. الريد فرايبل جرانيليشن تيشو ده النورمال جرانيليشن تيشو ما فيهوش اي مشكله، لكن ديو تو بكتيريال ستيمليشن اوف فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور بيحصل ان بيبقى فيه اكسس بلاد رايح لمنطقه الووند، فعشان كده التيشو هنا بيبقى فرايبل وايزي تو بليدنج وين تاتشنج. ده يعتبر نورمال جرانيليشن تيشو، انما ده هايبر جرانيليشن او فرايبل جرانيليشن، وده من ضمن الساينز بتاعت السوبرفيشال انفكشن. الديبريس زي ما احنا شايفين موجوده هنا، الديد سيلز اللي موجوده على السيرفس بتاعت الووند، ودي ممكن يبقى لونها بني او بلاك او براون ان كلر. الباد اودر دي نتيجه وجود جرام نيجاتيف والانيروبيك انفكشن. الليستونيز اول حاجه السايز، ان السايز بتاعه بيزيد في الحجم، ومش بيزيد بس في القطر، لا الدبس كمان بيزيد او الاثنين مع بعض. زي ما احنا شايفين ادي الووند، لو زاد الدايمتر بتاعه بيعتبر حجمه زاد او الدبس بتاعه زاد زي ما احنا هنشوف، وبنساوي وشرحنا ازاي نقيسها في الووند اسسمنت. يعني هنا الدبس حوالي 3، هنا حوالي 4 سنتي، ده معنى كده انه بقى اعمق، ده معنى كده ان دخلنا مرحلة الديب انفكشن. نفس القصة الدايمتر بتاعه لو لقيناه بيزيد، هنا حوالي 6.5 وهنا حوالي 5.5 سنتي. التمبريتشر معنى ان بتزيد بتاعة الووند، ودي نقيسها ازاي؟ عن طريق الانفراريد ثرمومتر. لو لقينا ان فرق ما بين الووند وما بين النورمال سايت حوالي او في الايد التانية او في الازر ليمب فرقت حوالي 4 درجات فهرنهايت، يبقى كده احنا داخلين في ديب انفكشن. الاوستيومايلايتس وده معناه ان حصل ان اكستنشن للانفكشن لحد الديب لير لحد ما وصل للبون زي ما احنا شايفين، يا اما البون بقدر اشوفه من خلال الووند، لو مش قادر احكم عليه بنقدر نعمل حاجه البروبنج ميثود، ان بجيب بروب ميتال بروب واخبط على البون لو حسيت سمعت صوت مميز، وكنا شرحناه قبل كده في الاكزامينشن اوف ذا ووند. لو لقينا ان الوند بيحصل فيه نيو بريك داون زي ما احنا شايفين مثلا قد حصل زي كده وابتدت تزيد في الحجم، ويحصل مور ديستراكشن للسوفت نورمال سوفت او السكين حواليها، ده معنى كده من الساينس بتاعت الديب انفكشن. لو الاكسديت ابتدى يزيد في الحجم وفي الكميه وفي الفيسكاسيتي بتاعته برضه ده من ضمن اعراض الديب انفكشن. الاريسيما ابتدت تزيد زي ما احنا شايفين حوالين الوند، كل دي من ضمن اعراض الديب انفكشن. الباد اودر وده نتيجه الانيروبيك والجرام نيجاتيف انفكشن. طيب امتى نستخدم الكالتشر؟ معظمنا تعامل مع ووند ومعظمنا بعد عمل مزرعه، لكن ما لاحظتش ان في كتير جدا بتبعت تعمل مزرعه وبعد كده تاخد الانتيبيوتكس اللي موجوده معموله في الكالتشر والسنسيتيفيتي دي والعيان ما بيخفش. ما جاش في بالك انها ممكن تكون ان انت مش واخدها بطريقه صح، ان البكتيريا اللي انت او المسحه اللي انت اخدتها دي مش من ضمن مش من المكان الصح، مش بالطريقه الصح اللي المفروض تعملها عشان تديل ويز ذيس انفكتد ووند. هنتكلم دلوقتي امتى وازاي نقدر نحصل على السبيسمين فور ذا كالتشر. اول حاجه في اي مرحله من مراحل الووند انا هستخدم السواب، هل هي في الكونتامينيشن ولا في الكولونايزيشن ولا في الكريتيكال كولونايزيشن ولا سوبرفيشال ولا ديب انفكشن. كونتامينيشن احنا قلنا كونتامينيشن ازازة البكتيريا موجودة على السيرفس مش هتفيدني في حاجة الاسواب. كولونيزيشن لا، ده البكتيريا ابتدت تزيد ده لسبب ما يبقى في مشكلة، لا ممكن استفيد هنا، لان الكولونيزيشن لو لقيتها زادت عن 100,000 كولونيزيشن اعتبره اعلى انفكشن، يبقى بقية المراحل انا استفيد من الاسواب، لكن في الكونتامينيشن لا.
ايه الريكومنديشن فور كالتشر سبيسمن كولكشن؟ اول حاجه لازم تبقى كومبليتلي اسيبتك من الجرح كله، ما ينفعش ان انا اجي على حرف هنا كده واروح واخد السواب واسيب الباقي، ما ينفعش الجرح يبقى ديرتي وهو ما هوش كلين واخد منه مسحه من على السطح واسيب الاورجانيزم اللي موجوده في الديب تيشو اللي هي اساس المشكله ما اخدش منها كالتشر. يبقى لازم يكون كومبليت اسيبتك تكنيك from infected wound أو all infected wound after cleansing and debridement of the wound. الكالتشر يا إما بناخدها عن طريق الكيوريت أو اسبيريشن، ودي بتبقى أحسن من السواب زي ما احنا شايفين. لو خدنا هنا ده عينتين، دي جاية عن طريق الاسبيريشن ودي جاية عن طريق السواب، أدي الأورجانيزم هنا كمية بتبقى أكبر وأوضح. هنا جاست 2 أو 3 كولينز بس اللي موجودين في المسحه قدامنا، دي كلها دي عباره عن الاذر اورجانيزم الفلور موجوده في السكين. لازم تبقى اديكوت فوليوم، تبقى الكونتينر اللي موجوده فيه استرايل واللي منقوله لحد ما فيه استرايل. ابروبريت ترانسبورت ميديا فور ايروبيك اند انيروبيك كالتشر، يبقى مش اي كالتشر اخدها واوديها المعمل واحطها في الانبوبه بتاعت السواب، لا لو هي عايز الانيروبيك كالتشر دي ليها طريقه نقل او حفظ معينه غير الطريقة العادية. يبقى زي ما اتكلمنا عشان نعمل سواب تكنيك لازم اول حاجة هنعمل الوند كلينسنج ازاي، عن طريق جنتل ستريم اوف نورمال سلاين بنقدر نتخلص من كل الدبرس اللي موجودة على الوند، اللي بنشيل الدريسنج اللي كان موجود على الوند. كل ده نعمله جنتل عشان ما نعملش مور ديستربنج للوند وما نعملش مور تروما للوند بيد. بعد ما اعمل الكلينسنج استنى حوالي من دقيقه لدقيقتين، ليه؟ عشان تبتدي البكتيريا اللي موجوده ديب تبتدي تظهر وتطلع على سطح انا اقدر اخد منها الكالتشر. take the wound swab before antiseptic solution had been used، يعني ما ينفعش ان انا اروح جاي هنا واعمل كلينسنج للوند بانتيسيبتيك سوليوشن بعد كده اخد الكالتشر، او اكون العيان ده واخد اورال انتيبيوتيك واروح واخد كالتشر. اضطريت الظروف ان انا اخد كالتشر من عيان كان عامل دريسنج الوند بانتيسيبتيك او واخد اورال انتبيوتيك، لازم اعمل منشننج للمعمل واقول له خلي بالك العيان ده واخد كذا وكذا، خلي بالك وهو هيقدر يفرق بعد كده لما بيعمل الكالتشر والسنسيتيفيتي. لما هناخد السواب فروم ان اريا اوف فيزيبل تيشو فايبل تيشو وير ذا كلينيكال ساين اوف انفكشن ار بريزنت، لكن ما ناخدش الكالتشر من البولد اكسديت اول ووند دريسنج، يعني ما اجيش الاقي بص على الدريسنج واروح واخد منه الكالتشر، لا طبعا. او الاقي اكسديت وسكافي ماتيريالز على الووند واروح واخد منها، لا انا عايز من البكتيريا اللي موجوده في البيت تحت اللي هي مطلع التوكسين اللي هي تعمل ديستراكشن للديب لاير للووند اللي هي مسببه للديزيز والباثولوجي اللي موجود، مش اللي موجوده على السطح. ليه؟ لان انا لو اخدت حاجات من على السطح او من الدريسنج نسبه النون ووند كونتامينيشن بتبقى عاليه جدا. بنستخدم الفاين تكنيك، دي احسن من بقيه الطرق اللي هي الزد ميثود، ان انا باجي في منطقه حوالي سنتيمتر مربع واروح اضغط بالسواب عليها رايح جاي على منطقه السنتيمتر مربع والف السواب عليها عشان كلها تبقى سوت بالاكسديت اللي طالع من الووند مع جنتل بريشر على الووند علشان يحصل البيلينج اوت او تطلع الاكسديت او الديتشارج من جوه الدي بلاير وتطلع سطحها بحيث ان انا اقدر اخد منها الكالتشر. بعد كل اللي انا عملته كل الاحتياطات لكن برضه ممكن الريزلت ما تبقاش انكونكلوزف، ليه؟ لان انا ممكن يكون عندي بايو فيلم النورمال كالتشر سنسيتيفيتي تيست اللي احنا بنعملها ونبعتها للمعمل مش هتقدر تشخص لي بريزنس البايوفيلم او البكتيريا اللي موجوده جوه البايوفيلم. الطريقتين المشهورين اللي هي الليفانس تكنيك، ان انا باجي في منطقه حوالي سنتيمتر مربع زي ما احنا شايفين وابتدي الف السواب بتاعتي لحد ما تبقى كومبليت سوكت بالديتشارج اللي طالع، او الزد ميثود ان انا بفضل رايح جاي بهذه الطريقه على الوند كله. السواب لازم تكون ليها احتياطات معينه، ان هي اول حاجه النون تاتش تكنيك، ان هي ما تلمس اي حاجه تاني غير جاست الوند بيت.
ان انا اول حاجه اشيل الدريسنج والبنداج من على الووند جنتلي، بعد كده بعمل الووش للسيرفس بتاع الووند او الالتر اللي هناخد منها الكالتشر. اذا كان في سواب بشيلها، ان انا بحط التيب بتاعت السواب بتاعتي، بروح ضاغط بيها داون وورد بريشر على الووند بيد عشان تقدر تطلع لي الفلويدز الموجوده في الديب لايرز من الوون. بستخدم تو تيوبس بالمنظر ده، ان انا بشيل التيوب من على السواب واستخدمها، وبروح شايل بعد كده السواب دي منها واحط السواب اللي خدت منها هنا جوه انبوبه جديده، لان انا ما اضمنش في الفتره اللي انا باخد منها السواب الانبوبه دي ممكن تبقى كونتامينيتد من الاورجانيزم اللي موجوده في الهواء اللي حوالينا. لو انا محتاج انيروبيك كالتشر، دي ليها طريقة حفظ معينة بيبقى مكتوب عليها التيوب ان هي جاست فور انيروبيك تكنيك. زي ما اتكلمنا قلنا قبل كده ان الكالتشر لازم تبقى براير تو انيشيشن للانتيبيوتكس، ولو اضطرينا الظروف ان انا لازم انمنشن للمعمل بالكلام او الانتيبيوتكس اللي هو بياخدها العيان ده. تاني حاجة ان هو لو الوند شاله بالمنظر ده جاست ان انا باخد سواب من الوند بهذه الطريقة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، لكن لو هو ديب انا بستخدم الاسبيريشن زي ما احنا شايفين، ان انا بدخل سن سرنج ديب لحد ما اوصل للمنطقة اللي فيها الكوليكشن الموجود الباص اللي موجود، واعمل لها كومبليت اسبيريشن او اعمل اسبيريشن على قد ما اقدر وابعتها للمعمل. زي ما احنا شايفين ان لازم السواق القطه بتاعت الكاتيتر تبقى جاست على الوند، لكن ما ينفعش انها تلمس السكين بعيد، يعني دي اخذت من هنا البكتيريا اللي موجوده كونتامينت حوالين السكين، لكن هنا انا واخد من الباثوجينيك بكتيريا اللي موجوده جوه الوند الانفكتد، يبقى الطريقه دي غلط لكن الطريقه دي صح. ما ينفعش ان انا اشوف الباص طالع بره بالمنظر ده واروح واخد منه هنا واقول له اعمل لي مزرعه لله، ده انا انضفها واطهرها واعمل ووند كلينسنج تماما، وبعد كده ادخل السواب بتاعتي ديب واطلع من التشارج اللي موجود جوه الووند، يبقى دي صح ودي غلط. ما ناخدش الكالتشر بتاعتي الا من الدرايد اسكر او من السلاف اللي موجود، لا انا كل ده انضفه كويس جدا واخد من الديب لايرز اللي موجوده، لان دي تعتبر اللي فيها الباثوجينيك اورجانيزم الحقيقي. بعمل داون وورد بريشر زي ما احنا شايفين عشان الداون وورد بريشر ده للسيرفس بتاع الوند ادفوكيت، بات ذيس مي بي بينفول للعين، لكن هو فايدته ان هو بيطلع الديتشارج اللي موجود جوه الوند. لو الوند كبير باخد اكتر من عينه، باخد بطريقه حلزونيه زي ما احنا شايفين، باجي هنا اروح اخد اول عينه وبفضل بعد شويه اروح اخد العينه الثانيه وبعد كده الثالثه. لو في اندر مايننج يا ريت ان احنا ناخد عينه من جوه الوند زي ما احنا شايفين. امتى المعمل يرفض العينه؟ لو هي اتاخرت حوالي اكتر من 72 ساعه، يعني ما ينفعش ان انا اخد الكلاشر واحطها في العياده عندي وابعتها بعد 3 ايام. لو ليه؟ ان الترانسبورت ميديا دي اكسباير، لان طبعا تيوب بيبقى مكتوب عليها الاكسباير ديت بتاعها. لو انت مش كاتب له دي ايه ولا الداتا ايه ولا انت عايز ايه ولا ايه اللي انت طالبه، من حق المعمل انه يرفض العينه. الريبورت اللي هيطلع عشان الكريتيريا بتاعته تبقى جود ريبورت، لازم يكون اول حاجه التايب اوف اورجانيزم والنمبر اوف كورنز، ليه؟ لان هي لو زادت عن 100,000 ده مين انفكشن. انا لما اعمل الكالتشر سنسيفيتي يهمني الديامتر بتاع الرياكشن اللي موجود حوالين الورث بتاع الانتيبيوتيك، ودي بتتقاس بالمليمتر بمسطره زي ما احنا شايفين. ال World Association Against Infection in Orthopedic and Trauma ادت حوالي تقريبا 10 كريتيريا لل Infection بتاع Orthopedic Wound، أهمها إن أنا ما استخدمش ال Swab Method، لكن ممكن استخدم ال Curette أو ال Aspiration اللي بتدي نتيجة أحسن وتبقى أدق منه. اتكلمنا قلنا من شوية إن بعد كل الاحتياطات اللي أخدناها في ال Swab دي، لكن ممكن الانتيبيوتكس اللي هو طالع في المزرعه دي والجرح ما يخفش، ليه؟ لان اساسا سبب الانفكشن هنا البايوفيلم اللي موجود على الوون، وده الطريقه العاديه للكالتشر سنسيفيتي مش هتقدر تطلع لنا البكتيريا او تشخص البكتيريا اللي جوه البايوفيلم. ايه هو البايوفيلم؟ ده بيبقى موجود في حالات الكرونيك بريزيستنت انفكشن. الديفينيشن بتاعه
قبل ما نتكلم عليه نشوف فيلم صغير زي كده، ان تيجي البكتيريا وبتيجي تقف على السطح بتاع سواء جسم الانسان او اي سيرفيس تاني، تبتدي بعد كده تفرز الماتريكس اكسترا سيلولار ماتريكس وتحاوط عليها بعد كده بالبوليسكارايد ماتيريالز، تبتدي تزيد في العدد وتكبر وتخش انذر جروب من البكتيريا، ودي بتبقى الريزيستنس بتاعتها حوالي 200 مرة أكتر، ودينا شايفين إنها بتزيد وبتكبر في العدد وبيحصلها تتكاثر، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بعدين. أول ما كل ده بيكتمل بيحصل بعد كده بيحصل ريليز للبكتيريا وبيطلع ديسبيرشن ليها، وتبتدي تعيد الدورة تاني وتروح تقف على سيرفس وتعمل أنذر بايوفيل. يبقى الديفينيشن بتاعه it is polymicrobial communities that develop on the surface of the chronic wound which excreted extracellular matrix with a sticky polysaccharide material وليها specific extracellular DNA. زي ما احنا شايفين الانفكشن الموجود هنا، وده لو شلنا الشريحة دي ممكن تلاقي تحتيها طبقة البايوفيلم. البايوفيلم ده ممكن تلاقيه على الاكسترنال سيرفيس بتاع الووند او ممكن تلاقيه على الديب لير. الكلينيكال ساين والسيمتوم اللي بتقول لنا ان البايوفيلم ده موجود لان هو ما بيتشافش بالعين المجرده، اول حاجه وجود الريكالسيتكنس تو تريتمنت ويز انتيبيوتيك اور انتيسيبتكس، يعني انا عندي كرونيك ووند وعمال اديله في علاج ولكن في تريتمنت فيلير والهيلينج بقى ديليت. بيحصل سايكلز اوف ريكارنت انفكشن واكسسربيشن اكسسيف موشر اند ووند اكسديت اند لو ليفل اوف اريسيما. لو لقينا الحاجات دي يقولك لا انا كده داخل ان الوند ده في بايوفيل. البايوفيل بيكون زي ما احنا شايفين اول حاجه ان الميكروبيال سيل بيحصل لها الريفرسالي امبيدد اند انكلوزد ان ذا ماتريكس، يبقى تيجي الميكروبيال وبتتحد مع بعضيها وبتعمل البايوفيل. بعد كده بتفرز الاكسترا سيلولار matrix ودي عبارة it is variable in composition among different or even the same bacteria، يعني ممكن تلاقي كل واحدة ليها تركيب مختلف عن التانية حتى في نفس نوع البكتيريا، ودي عبارة نتيجة self secreted extracellular polymeric substance واختصارها ال EBS. بعد كده بيجي من بره خالص زي ما احنا شايفين اللي هي الطبقه الزرقاء دي عباره عن بولي ساكرايد ستيكي ماتيريال، دي بنسميها السلايم، وفعلا لو شفت شكلها بتبقى عامله زي السلايم فعلا. ارينجد ان فورم مالتيبل لاير كوتينج الاكسترا سيلولار بوليميريك سبستانس. بعد كده وجود الاكسترا سيلولار دي ان اي وده امبورتنت فور البايوفيلم فورميشن اند ستابيليتي اند ريجوليشن الاكتيفيتي بتاعته، زي ما احنا شايفين اللي بيجي الدي ان اي من بره بيخش على السيلز بيبقى معاه دي ان اي كومبلكسنج ايجنت، بيخش بعد كده بيتخلص من الكومبلكسنج ايجنت اللي بيخش جوه النيوكلاس ويبتدي ياثر على الخليه دي ويديها اوردرز وتعليمات تانيه مختلفه تماما. بيبقى موجودة سبيسيفيك ميتوكوندريا، بيبقى فيها نون سيلولار ماتيريالز في البايوفيلم دي، ودي بتعتمد على المينرال كريستالز او الكروجن البارتكلز الموجودة كليز او بارتكلز او بعض الاحيان بيبقى بلوت كومبوننت، ودي بتعتمد على حسب البيئة اللي موجود فيها البايوفيلم ده، لان البايوفيلم مش لازم يبقى موجود في الوند، ساعات بيبقى موجود في مواسير المية على الاسطح على المكاتب في المستشفيات في اي حاجة ممكن على اجرة الباب، فليه موجود في اي حته، وبالتالي النون سيلولار ماتيريالز بتختلف على حسب المنطقه اللي موجود فيها البايوفيلم. اللايف سايكل بتاعه البايوفيلم زي ما احنا شايفين ان بيبدا ان البكتيريا جاست وان بكتيريا بتيجي تبقى اتاتشد للسيرفيس بتاع الووند، فنلاقي اول حاجه الاتاتشمنت بينج ويز انيشال اتاتشمنت اوف بلانتونيك بكتيريا تو ا سوليد سيرفيس. تاني حاجة الجروث بتزيد في العدد وبتزيد في الحجم. The substance subsequent proliferation and accumulation of the cells in small multi-layer cell clusters known as microcolonies that giant assembling of the cells. Maturation, the proliferation of microcolonies
enmeshed in a self-secreted extracellular matrix اللي هي بنختصرها الـ EBS which cover entire surface of the البايفيلم. زي ما احنا شايفين كل البكتيريا تبقى متغطية بالإكسترا سيلولار ماتريكس. تالت حاجة الـ release أو redevelopment dispersion of a single cell from the biofilm in the final stage when the environmental condition become unfavorable. Some of these bacteria may detach and swim away to find a surface in a more favorable environment. يبقى أول ما بتزيد في العدد وتتزاحم وبتكتر جوه الإكسترا سيلولار ماتريكس والبولي ساكرايز المحيط بيها الظروف ما بتبقاش مهيئة ليها فبيحصل ريليز وبتطلع بره وبتقوم في الأول في الجو لحد ما بتيجي وتعيد دورة الحياة تاني. قال لك ريليز والديفلوبمنت أو الريديفلوبمنت ده it is a highly dynamic process where all the cells in a mature well established biofilm are dispersed. يبقى كل دي عبارة عن all the cells بتطلع بره ويجي وراها نيو سيلز تخش مكانها وتعيد الدوره بتاعتها. قلنا البايوفيلم it is not visible to the naked eye and cannot be detected by routine cultures. في جمله هتلاقيها مكتوبه او مشهوره قوي لما تتعامل مع البايوفيلم حاجه اسمها quorum sensing. يعني ايه؟ قال لك البكتيريا possess unique ability to communicate. يبقى البكتيريا بينها وبين بعضها بيبقى في وسيلة اتصال بينها وبين بعضها. Through a recent discovery system of inter and intra communication between bacteria. يبقى البكتيريا مع بعضها بعد بتاخد أوامر وبتدي أوامر للبكتيريا التانية وكل ده عشان يحصنوا نفسهم أجينس أي خلايا تانية ممكن تأثر على البيوفيلم أو تقضي على البكتيريا دي. This allow a bacteria population to collectively carry out gene expression based on signaling and response from each other and their environment. يبقى السيجنالز دي كلها بتبتدي تترجمها عشان تقدر تحافظ على نفسها جوه البيوفيلم. The system is coined quorum sensing Li because the bacteria are able to sense the accumulation of released molecules from neighboring organisms and determine how many cells are present around them. يعني ايه الكلام ده؟ اولا quorum sensing يعني ايه؟ لما نيجي بالعربي قال لك هي استشعار النصاب القانوني. يعني زي ما احنا شايفين البكتيريا دي لو قاعده في المجلس بتاعها هي عارفه موقعها ايه، العدد اللي حواليها امتى العدد بيكتمل، وبعد كده بعد ما كان العدد يكتمل جوه البايوفيلم والدنيا تبقى مزدحمه بالبكتيريا يحصل ديسبيرشن للبكتيريا زي ما احنا هنشوف دلوقتي، ان بمجرد ما يحصل ماتيوريشن وجوه البايوفيلم يكتمل يحصل بعد كده الديسبيرشن دي المايكرو اورجانيزم وتبتدي تاخد دورة حياة تاني وتكون مايكرو كولونيز تانية. الخصائص بتاعت البايوفيلم زي ما احنا شايفين ان البكتيريا بيبقى ليها قدرة على الحركة، لكن بمجرد ما بتحصل لها اتاتشمنت جوه على السيرفيس بتاع الوند تبتدي تقل الحركة بتاعتها نتيجة ريديوس الميتابوليك اكتيفيتي، ان هي ما بتحتاجش الميتابوليك نيز بتبقى مش محتاجة حاجات كتيرة. البايوفيلم not removed by gentle rinsing. البايوفيلم associated organism gene also differ from الأورجانيزم اللي هي الأوريجينال اللي جاي منها بيبقى شكله مختلف تماما وليه خصائص وليه كريتيريا، ده بسبب الإكسترا سيلولار دي إن إيه الخاص بيها اللي بيغير من خصائصها. البايوفيلم associated bacteria can be up to 1000 time more resistant to antimicrobial agents من البكتيريا او البلانكتون البكتيريا العادية. يبقى البايوفيلم ليها خاصية ان ليها help الجين ترانسفير. البايوفيلم increase the opportunity for gene transfer between and among bacteria. ده بيفيد في ايه؟ الجين ترانسفير كان convert a previous a virulent commensal organism into a highly virulent pathogen. زي ما احنا شايفين ان الاثنين بتاع في مصارعة مع بعضهم لحد ما بيقضي على الماكروفيز والاذر سيلز اللي ممكن تموت وبيخليه highly virulent. ليه بيختصر الخاصية دي؟ عن طريق الجين ترانسفير. الفاجوسايتس ار ان ايبل تو افكتيفلي انجولف ا بكتيريوم جروينج وذين كومبلكس بولي ساكرايد ماتريكس اتاتشد تو سوليد سيرف. زي ما احنا شايفين هي جوه
البكتيريا جوه البايوفيلم ما بتقدرش لا الانتيبيوتكس ولا الاذر سيلز اللي موجوده في الاميون سيستم بتاع البودي ان هي تقدر تعمل لها ديستراكشن. This causes the phagocytes to release a large amount of pro-inflammatory enzymes and cytokines اللي هي نتيجة الكميات الكتيرة من المواد دي بيحصل destruction لل nearby tissue وتبتدي تظهر أعراض severe infection. يبقى الماكروفيج حوالي بتيجي تحاول تقضي على البيوفيلم ما بتقدرش، بتزود السكريشن بتاع الانفلاماتوري انزيم والسيتوكاينز، نتيجة السكريشن اللي زي ده بيحصل destruction للتيشو لكن البيوفيلم ما بيتأثرش بيها. البايوفيلم زي ما احنا قلنا قبل كده بيبقى موجود في الديب لاير ويبقى موجود على السطح. الماكروفاج ما بتقدرش تأثر عليها. الكرونيك انفلاميشن نتيجة وجود الكرونيك انفلاميشن بيطلع ريليز للبروتيز انزيم والرياكتيف اوكسجين سبيشال ريزلتنج ان تيشو دامج. برضو البكتيريا سيكريتنج سيتوكاينز كيل هوست اميون سيلز لكن ما بيقدرش يأثر على البايوفيلم. ليه البايوفيلم بنعتبره بروبلم؟ اول حاجه ان موجود في حوالي 90% من الكرونيك ووند هاف ا بايوفيلم انفيزبل تو ذا نيكد اي، يعني ما بقاش شايفه. برلونج ووند هيلينج، رغم ان انا بعالج العيان وبديله وبغيره وبطهره وبعمل كل اللي انا ممكن اتخيله لكن برضه العمل دي ده نتيجه وجود البايوفيلم. الانتيبيوتكس والانتيسيبتكس والادفانتد دريسنج ممكن ما تاثرش عليها. ال different bacteria inside the biofilm exchange information، وزي ما قلنا ان هي بتحولها نتيجة ال extra cellular DNA بتقدر تعمل حاجة اسمها الجين ترانسفير وتحولها من just virulent organism إلى highly virulent organism. البيوفيلم بيبقى ساعات موجود على الشرايح والمسامير اللي بتركب جوه الجسم وده بيسبب severe infection وفي عمليات الأورثوبيدك. يبقى احنا اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن للانفكتد ووند واتكلمنا على ازاي نعمل الكالتشر سنسيتيفيتي وازاي الكريتيريا بتاعت السواب والاسبيريشن واتكلمنا عن البايوفيلم. هنتكلم دلوقتي على السيرجيكال سايت انفكشن. ايه اهميه موضوع السيرجيكال سايت انفكشن؟ تعتبر ذا second most common adverse events occurring among hospitalized patients and a major source of morbidity following surgical procedure. الـ Center for Disease Control and Prevention عمل classification للسيرجيكال wound. السيرجيكال site infection are infections of the tissue, organs or space exposed by the surgeon during performance of an invasive procedure. ودي ممكن تبقى early لو هي في خلال أول 30 يوم بعد العملية، intermediate من 30 يوم لثلاث شهور، أو late بعد ثلاث شهور. الكونتامينيشن ممكن يبقى endogenous أو exogenous أو hematogenous. بعد كده نتيجة الكونتامينيشن بيحصل proliferation of the bacteria. Induce inflammation and the signs appear. بعد كده بيحصل undefined or unidentified ما نقدرش نقدر البايوفيلم موجود. بعد كده بيحصل يا اما سيلف ريزولفينج او ريزولف باي استخدام الانتيبيوتكس، او لو قدرت تسيطر عليها ممكن تؤدي لسيفير سيبسيس وديث. ال CDS classification بتقسم السيرجيكال سايت انفكشن الى اربع كاتيجوريز، يا اما كلين ووند ده بنلاقيه في حالات الأورثوبيديك أوبريشن أو الكاردياك أوبريشن، ده الوند بيبقى كلين، نون تروماتيك، إلكتيف بروسيجر، كلوزد برايمرلي، نو إنفلاميشن، نو كونتامينيشن، إف نيسيسري وي كان يوز أ كلوزد درينج تكنيك اللي هي الإيرلي ديفكت. التايب التاني أو كلاس 2 بيبقى كلين أو كونتامينيتد ووند. بالنسبة لنا احنا كأورثوبيديك سيرجن بيبقى في حالات الأوبن فريش أكسيدنتال ووند بيبقى معاها نون سيجنيفيكانت كونتامينيشن، بيبقى ما عداش على الجرح 6 ساعات ما بين التروما وبين الميديكال تريتمنت، لكن بيبقى موجود في أذر إلكتيف أوبريشنز زي حالات الريسبيراتوري أوبريشنز، الجاسترونتستينال أو البيلياري أوبريشن أو الجين في يورينري تراكت with minimal spillage operation، الأوروفارينكس أو الأوبريشن بتعمل في الأوروفارينكس، لكن بيبقى موجود في بعض الأحيان في أذر أوبريشن لما بيحصل ماينور بريك في الأسيبتيك تكنيك.
الديجري التالتة أو المرحلة التالتة اللي هي كونتامينيتد ووند، ودي بالنسبة للأرثوبيديك ووند بتعتبر في الأوبن فريش أكسيدنتال ووند، بيبقى عدى عليها أكتر من 6 ساعات، بيبقى معاها جروس كونتامينيشن، بيبقى فيه وزاوت لوكال أور أكتيف إنفكشن، انسيجن انتو أكيوت نون فيرولنت إنفلاميشن، يعني أيا اتكسر وأنت عملت عملية في منطقة بيبقى فيها إنفلاميشن من قبل الأوبريشن اللي أنت عملتها. وجود الانسجن في المنطقه دي بيخلي الجرح ده بنعتبره احنا كونتامينيتد وود. لكن بالنسبه للاذر سيرجريز ده بيبقى فيه جروس كونتامينيشن بريزنت في سيرجيكال سايت انكلودنج سبيلج اوف جي اي تي تراكت اكريشن، او في حالات الاوبن كاردياك مساج دي بيبقى فيها ميجر بريك ان اسيبتيك تكنيك. الجريد الرابعه اللي هي ديرتي او انفكتد ووند بيبقى فيها active infection at the surgical site، بيبقى فيها virulent exudate is encountered. Surgery of a traumatic wound with retained foreign body. This suggests that the organism causing the post-operative infection ده موجود من قبل العملية، يعني مش احنا السبب فيه، ده موجود من قبل كده. ودي معظم عملياتنا في حالات ال open fracture أو ال infected الاوستومايلايتس او باثولوجيكال فراكشر، واستخدام في حالات الظروف، ودي معظم عملياتنا تبقى ديرتي او انفكتد وند. موجود برضو بعض العمليات التانية زي حالات الابندسايتس او كولوسيسايتس سيرجري، سيرجري اوف اوند ويز ريتيند فيكال كونتامينيشن، وجود انتستاينال انفلاماتوري رياكشن او فرانك انفكشوس بروسيسز او رابشر فيسكس، كل ده يعتبر الوند موجود في المناطق دي ديرتي وانفكتد وند. زي ما احنا شايفين الكريكاتير الظريف ده ان هو ان الدنيا ما بتبقاش مليانه اورجانيزم، فمش ناقصه يجي لها حاجه من بره، فبالتالي الوند ده اساسا بيبقى الورد هنا مليان بالاورجانيزم. الاكزامبل للسيرجيكال سايت انفكشن، اول حاجه السوشيالز رياكشن، هي دي مش انفكشن بس انا حبيت اتكلم عليها لان انا عشان نفرقها بينها وبين الانفكشن الموجود حوالين السوشيال. معلومات بسيطه ان لما نيجي نخيط الجروح ممكن نخيط بحاجات سينثيتك زي النايلون او حاجات ناتشرال زي الكات جات او القطن. some sutures are absorbable وبعض الاحيان لا. the sutures materials may elicit redness و swelling at the wound site as air بتعتبر ان هي foreign materials او foreign body. this is an expected reaction and doesn't represent allergy or infection. يعني لما اشوف الوند واحس فيه شويه redness بسيط حوالين السوتشرز دي بنقول دي suture reaction. السوتشر ده اكشن بتزيد مع انكريز الكاليبر بتاع السوتشرز، مع ديلي سوتشر ريموفال، مع الناتشرال ماتيريالز، مع وجود البريز سوتشرز اللي هي الحاجات المجدوله. ادي مثلا السوتشر مكان الخرم البسيط بتاع الخيط بتاع الجراحي، هنا مفيش رياكشن حواليه لكن هنا في سيفير رياكشن حواليه، ده موجود مع الكروميك، انما هنا الفيكريل بيبقى اقل رياكشن. ودي حاجات اللي بتبقى مجدوله او متضفره زي ما احنا شايفين، ودي بتزود السوتشر رياكشن. كل اللي احنا شايفينه ده سوتشر رياكشن، ودي موجوده نورمالي في اي ووند اللي هي الريدنس اللي موجود حوالين الستيبلز الموجودة. الالرجي دي عباره ترو الرجي تو ذا سوتشر ماتيريالز، دي بتبقى موجوده على الوند من بره زي ما احنا شايفين، ودي بتبقى اكتر مع الكات جات والسلك والنايلون سوتشر زي ما احنا شايفين. يعني في جرح اتخيل بقى اكتر من نوع حوالين الكات جات بيبقى شايفين الرياكشن او الالرجي بيبقى اكتر. السوتشر ذا اكشن زي بعض الاحيان لما تبقى في حاجات سبكوتينيوس سوتشرز ومعموله بالابسوربابل سوتشر، لكن في بعض الاحيان بيحصل لها جرينوتس رياكشن وبتطلع بره الوند زي ما احنا شايفين. الانفكتد ستيتشز هنا دي مش رياكشن، ده كل الوند هنا شايفين الريدنس اللي حواليه، او بعض الاحيان بيبقى فيه السيروسانجرس اكسديت اللي طالع اللي احنا شايفين ده، وده بدايات الانفكشن. يبقى ده عشان نفرق دي سوتشر رياكشن، لكن هنا ده انفكتد سوتشرز. المرحله اللي بعديها اللي هي سوبرفيشال ديسنس، وبتبتدي يفصل الايدجز او سوبرفيشال ايدجز بتاعت الوند تفصل وتبعد عن بعضها زي ما احنا شايفين. دي صوره الوند في السكالب اتخيط بسبكوتيكولار ستوتشر،
ابتدى يحصل هنا سوبرفيشال انفكشن، ابتدى يحصل ديسنز للوند، اتعالج بالسكند ريتنشن تكنيك، وابتدى يتعالج بالجراحات لحد ما حصل كومبليت هيلينج. الانفكتد سيروما ده تعتبر من ضمن مشاكل السيرجيكال سايت انفكشن. ايه هي السيروما؟ عباره عن بوكت اوف كلير سيروس فلويد ذات ديفولب افتر اكستنسيف سيرجيكال ديسكشن ذات ستيب ليمفاتيك شانلز ويتش ليك انتو ا كلوزد سبيس. دي بنشخصها عن طريق الاكزامينشن او بالسونار، ولو في انفكشن بنديله انتي بيوتيك وبنقدر بعد كده نعمل لها درينج او اسبيريشن للسيروما. دي صورة للسيروما، ودي بعد ما عملنا لها اسبيريشن، ودي صورة السونار بتاعتها. الانفكتد هيماتوما، ودي تبقى مع الادكت انتراوبراتيف هيموستاسيس او مع البيشنت اللي بيستخدم الانتي كواجولانت. بتشخص كلينيكالي وبنعالجها، لو في انفكتد هيماتوما بنعمل لها درينج وانتي بيوتكس. دي صورة للانفكتد هيماتوما زي ما احنا شايفين. الوندد هيسنز زي ما احنا شايفين الجرح بيفتح كاملا بهذا الوضع. الديفينيشن بتاعها عبارة عن الوندد هيسن از ا سيرجيكال كومبليكيشن بيحصل فيها رابشر اوف ذا وند along ذا سيرجيكال انسيجن. الوندد هيسن مين وند فيل تو هيل، وبيحصل فيها ري اوبننج ا فيو دايز افتر سيرجري، موست كومن ان ابدومينال سيرجري. ممكن يبقى سوبرفيشال هيسن في السوبرفيشال لاير، او فول سيكنس هيسن اوف ذا وند بيبقى في الديب لاير. سوبرفيشالز بيبقى ذا سكين وند الون فيل، لكن الفول سيكنس بيبقى السكن والماسلز اللي تحتيه، واذا كان في الابدومين بيحصل الريكتا شيز كلها بتفتح، وممكن الفيسرا بتطلع بره الوند زي ما احنا شايفين. يبقى دي الديسنس، انما هنا بيحصل حاجه اسمها ايفيسوريزيشن. الوند ديسنس بتزيد في الريسك مع الايج والدايبيس والاوبيسيتي والبورنيدنج والسموكينج وتروما تو ذا وند افتر سيرجري، البريفيس سكارينج، السيرجيكال ايرورز، وحالات الكانسر او كرونيك يوزز اوف كورتيكوستيرويدز. بتبقى اكتر لما يحصل ان ادكوت اندر مايننج، نتيجه ان انت فاتح السكين بعيد عن المنطقه اللي هتشتغل فيها، فبتعمل سيفير اندر مايننج، فبتديني ديفيتاليز السوفت تيشو اللي موجود. بيبقى يحصل نتيجه اكسسيف تنشن اون ذا وند، the wound being located on a highly mobile or high tension area. The individual with Ehlers-Danlos syndrome ده بقى بيزيد معاهم نسبة ال wound tension. مش لازم يبقى في حالات ال abdominal surgery، لكن ممكن في حالات orthopedic زي ما احنا شايفين حصل tension لل wound والشريحة تحت هنا ابتدت تبان. نمنعه ازاي او نقدر ما يخلوش يحصل ازاي؟ عن طريق adequate undermining to reduce stress on the wound edges, avoid heavy lifting object after operation, avoid and deal with hematoma, speeding healing through adequate nutrition, controlled diabetes, sterile stress mean applied to the wound دي بتساعد او بتزيد ال health of the wound اكتر. Once the wound lesions occur, it can be treated by allowing granulation or revising and suturing the edges again. أو إذا كان infected بنعملها debridement if indicated. مع frequent dressing changes may also help. زي ما احنا شايفين إن لو الجرح كلين اللي حصل فيه lesions ممكن نعمل له resuturing again. كل دي عبارة عن clean reopened wound can be restitched. إنما لو في infected wound ما نقدرش أعمله suturing هنا، بيخليه heal by secondary intention and that this can take several weeks. It just require washing لل wound with saline and then simple wound care عن طريق special dressing خاص بالحاجات دي. وبيسيبه يحصل الكومبليت هيلينج عن طريق سكندري انتنشن. لكن لو السوبرفيشال ديشن واخد مساحه كبيره هياخد وقت طويل قوي لو سيبنا انه يتعالج بسكندري انتنشن، فعشان كده بنعالجه عن طريق الفاكيوم اسيستد كلوجر اللي هو الفاك تكنيك. لكن لو في فول ديشن بنعمل له المانجمنت بتاعه عن طريق بروفايد سوتبل انالجيزيا، start broad spectrum intravenous antibiotics، بنقل العيان على طول على اوضه العمليات عشان نعمل له يا اما resuturing او بنعمل له ذاك. دي resuturing للwound dressing
او اذا كان الوند كبير غير سوتبل ان انا اعمل ريسوتشرنج بحركب له النيجاتيف بريشر وند ثيرابي. عشان نعالج الوند او الانفكتد وند، اول حاجه بريفنشن اوف سيرجيكال سايت انفكشن، ومش باي طريقه، ده لازم نعمل كومبليت بريفنشن. ازاي؟ اكتر من جايد لاين اتكلمت على البريفنشن اوف سيرجيكال سايت انفكشن، كان اهمهم الانفكشس ديزيز سوسايتي اوف امريكا اللي هي الايدز اللي كانت 2014، ال دبليو اتش او في 2016، سنتر فور ديزيز كنترول اند بريفنشن اللي هي سي دي سي دي 2017، برضه الوند هيلث سوسايتي في 2017 عملت السبيشال جايد لاين بتاعتها، في 2019 الاسيا باسيفيك سوسايتي اوف انفكشن كنترول والناشونال انستيتيوت فور هيلث اند كير اكسلنس، كل دول اتكلموا على المانجمنت اوف سيرجيكال سايت انفكشن. كانوا اكتر اننا نهتم بيهم اللي هي اللي اتكلموا في 2019 اللي هي الاسيا باسيفيك سوسايتي وند انفكشن والنايس اللي هي الناشونال انستيتيوت فور هيلث اند كير اكسلنس. ليه السيرجيكال سايت انفكشن مهم؟ لان ليه دراسه اتعملت في الهند ان لقيوا 2 من 2 ل 3 مرضى بيموتوا كل ساعه نتيجه السيرجيكال سايت انفكشن، واكتشفوا ان هي ذا ثيرد موست كومن هوسبيتال اكوايرد انفكشن. بريفنتبل ميثودز يعني اقدر امنعها ما اخليهاش تحصل، بتزود الاقامه في المستشفى، مسؤوله عن حوالي تلت الوفيات او البوست اوبرتيف ديس، بتؤدي للبور سكار وبرزيستنت بين والاتشنج والريستريكشن اوف موفمنت، وليها مشاكل كتيره وانا اقدر اتجنبها. السيرجيكال سايت انفكشن دي انفكشن ذات اوكير وذين 30 دايز افتر ذا اوبريشن، او 90 يوم لو هي حصل انفكشن مع ديب او اورجان انفكشن، او سنه اذا كنت عامل مراكب امبلانت شرايح او مسامير. الانفكشن انفولف سوبرفيشال انسيجنال سيرجيكال سايت انفكشن لما كنا حصل فيه انفكشن في السكين والسبكوتينس تيشو بس، او ديب انسيجنال لما بيوصل للديب لير من الفاشيه والماسلز، او اني بارت اوف اناتومي او اويف من الماسلز والسكين والسوفت تيشو، ده بنعتبره ديب اورجان سيرجيكال سايت انفكشن، وده اكوردنج لليوروبيان سنتر فور ديزيز بريفنشن اند كنترول. اقدر اتجنبها عن طريق ان انا اتجنب كل الحاجات دي الشرط الموجوده عن طريق الاوبريتنج سيتر انفايرمنت، الاسيبتيك تكنيك، البري اوبرتيف بيشنت كير، الانترا اوبرتيف بيشنت كير، البوست اوبرتيف بيشنت كير، الاوبريتنج سيتر انسترومنتيشن ستيرلايزيشن، كل ده اقدر اتحكم فيه بحيث ان انا اتجنب السيرجيكال سايت انفكشن. ليه؟ ان اهم حاجه في علاجها البريفنشن، انا ما استناش لما تحصل، لا ده بالعكس انا اخد احتياطاتي كامله عشان اتجنب حدوثها. وقال لك this estimate is that approximately half of the surgical site infection are preventable. عشان اتجنبها يا اما بري اوبرتيف او انتر اوبرتيف او بوست اوبرتيف. البري اوبرتيف بريفنشن اوف سيرجيكال سايت انفكشن، قال لك immediate بري اوبرتيف decolonization therapy reduce surgical site infection. معظم العمليات اللي بتتعمل سواء بريست سيرجري او الكارديو ثوراسيك سيرجري او الهيد والنيك سيرجري او النيورو سيرجري او الاورثوبيديك او الفاسكولار، المسؤول الرئيسي عن السيرجيكال سايت انفكشن اللي هو الستافيلوكوكاس اوريس، لكن في حالات الابدومينال سيرجري بتبقى جرام نيجاتيف باسيلاي او الانيروبيك او الستريبتوكوكاي، برضه في الاوبستريك والجينيكولوجيكال سيرجري بتبقى جرام نيجاتيف والاستريبتوكوكاي والجروب بي ستريبتوكوكاي. اول حاجه في البري اوبرتيف فيز بتاع البريفنشن اوف سيرجيكال سايت انفكشن اللي هي الديكولونيزيشن بروسيجر، ودي بيفور بروسيجر ان ويتش ستافيلوكوكر ايرس از ا لايكلي كوز اوف ذا سيرجيكال سايت انفكشن، بنعمل كونسيدر نيزل ميوبريوسين، وده عباره عن انتي بيوتيك بحط او انتي انفلاماتوري بحطه في النوز، او مع الكلوروكسيدين بودي ووش، كلوروكسيدين اللي هو السافلون. السكن ديكولونيزيشن عن طريق البري اوبرتيف شاور. الدراسات اللي اتعملت على البري اوبرتيف شاور ان الدراسه زي اللي عملها كروز ان الاشخاص اللي عملوا عمليات من غير البري اوبرتيف شاور كان نسبه الانفكشن بتاعتهم او سيرجيكال سايت انفكشن 2.3%، لكن
فالحالات اللي أخدت شاور اللي هو 1.3، دراسة تانية كانت من نسبة من 4.9، يعني حوالي 5%، نزلت ل 3.4% لو البيشنت أخد شاور. النيزل ديكولونيزيشن عن طريق الانترانيزل انتي انفلاماتوري او انتي ميكروبيال بتحط اللي هو الميبروسين او الفوتو ديس انفكتنت زي ما احنا شايفين. الاذر بريبرز ميجرمنت زي البيشنت دريس، ودي ليها اكتر من كريتيريا، ان لازم اول حاجه دونت انترفير ويز اوبريشن سايت، comfortable ومينتين الديجنتي اوف ذا بيشنت او الكرامه بتاعت لما تبحث تحافظ عليه. برضه السيتر ستاف بتبقى نان سترايل لكن الناس بتبقى كلين، لازم يبقى لابس الكاب والماسك والشوز والجوجلز، واحيانا بعض الاحيان البدله بتاعته او السكارف بتاعته بتبقى معموله في كلوركس دين امبريجنيتد ووش كلوزز. برضه بري اوبرتيف انتي بيوتيك بروفلاكسز، وده بيستخدم حوالي ساعه قبل العمليه، لكن ممكن ناخد اكتر من جرعه لو العمليه طولت اكتر من اللازم وحصل اكسسيف بلاد لوس. الهاند ووشنج اللي هو التعقيم ممكن بالبيتادين او الكلوريكسيدين، حوالي 5 دقايق بنحط ايدينا عليه فتره، يعني مش جاست تغسل وتمشي، لا تفضل تقتلع حوالي 5 دقايق. والانتي بيوتيك بروفلاكسز مهم جدا بالنسبه للبيشنت على قد ما تقدر. الحاجات المهمه برضو اللي هنتكلم عليها الشيفنج، البري اوبرتيف شيفنج، ودي معظم العمليات او الجراحين بيعمل الشيفنج ده، لكن لقوا ان ليها مشاكل كتيره بتحصل. اول حاجه قال لك نو نيد، لكن اف نيدد لازم تبقى ليميتد تو اري اوف ذا سيرجري، وتبقى معموله في يوم اللي تعمل فيه العمليه. وعملوا عليها دراسات لقوا ان لو استخدمنا الشفره او رموس الحلاقه بيبقى نسبة البوست اوبرتيف سيرجيكال سايت انفكشن حوالي 5.6، لكن لو استخدمنا الكليرنج ماشين زي دي بتبقى حوالي 6%. لو انا مشيتش الهير خالص بتبقى النسبة 6%، يبقى الدراسة بتقول ان سواء شلته او ما شلتوش الهير عن طريق الكليرنج بتبقى نسبته 6%، لكن لو انا استخدمت مكانة الحلاقة بزودها من 6% ل 5.6. 3 أسئلة هتقابلني استخدام البري اوبرتيف شيفنج، امتى وفين وازاي. امتى؟ قلنا دي تعتمد في اليوم بتاع العملية نفسها، وتبقى أقرب لوقت العملية على قد ما تقدر. ودي دراسة اتعملت إن قالك لو الشيفنج حصل immediately before الاوبريشن نسبة السيرجيكال سايت انفكشن بتبقى حوالي 3.1، لكن لو هي في أقل من 24 ساعة بتبقى نسبتها 7.1، لكن لو انا عملت شيفنج في يوم قبل العملية نسبة الانفكشن توصل ل 20%. فين بتبقى اوتسايد ذا اوبريتنج روم؟ ازاي؟ عن طريق استخدام الكليبرز اللي هي ديسبوزابل. ليه قال لك ما نستخدمش الشفرة العادية؟ لان لقيوا الماركس اللي اسمها النكس والكاتس والميكروسكوبيك ابيديرمال انجريز اللي موجوده دي كلها بتزود نسبه البوست اوبرتيف سيرجيكال سايت انفكشن. يبقى قلنا بالنسبه للسيرجيكال بروفلاكسس بالانتي بيوتيك ادمنستريشن اوف بروفلاكسس انتي مايكروبيال او شود اونلي بي بيرفورمد وين انديكيتد، ودي بتبقى قبل العمليه من حوالي ساعه لساعتين، وبتعتمد على حسب الهاف لايف بتاعت الدراجز اللي انا هستخدمهم. وسنجل دوز اوف انتي ميكروبيال بروفلاكسيس انف بالنسبه للبيشنت. لازم برضو جلاسيميك كنترول، ما تزيدش ما الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو السكر التراكمي ما يزيدش عن 8، وبعض يقول لك ما يزيدش عن 6.5 7 كمان. الانتر اوبرتيف ميجرز، اول حاجه السكين انتيسيبتكس، وده بيبقى ميكس ما بين الالكوهول والانتيسيبتك بريبريشن زي البيتادين او الكلوروكسيدين. الالكوهول ميزته ان هو بيعمل رابيد باكتيريسايدال افكت، والانتيسيبتك بريبريشن تدين برولونجد باكتيريسايدال اكتيفيتي. الووشنج او الريجيشن الموند عليه اقاويل، قال لك ذا يوز اوف السالاين ذير از انسفيشنت ايفيدنس تو ريكومند فور اور اجينست يوزنج السلاين انتر اوبرتيفلي، لكن يوز الانتي مايكروبيال انتر اوبرتيف از ريجيشن شود نوت بي يوز، عشان ما يحصلش ريزيستنس للانتي مايكروبيال ده، ولو اضطريت ان انت تديله سيستمك بعد كده ما يبقاش ان افكتيف.
الانتي ميكروبيال امبريجنيتد سوتشرز، ودي ما بتستخدمش في العاده، لكن دي بعض المراكز ان بيبقى ساعات هاي سيرجيكال سايت انفكشن ريت، رغم ان البريشر بتبقى فيري كلين ان سبايت اوف بيزك بريفنتيف ميجرمنتس. فبالتالي قال لك خلاص ما فيش ما يمنع ان احنا نستخدم الانتي ميكروبيال امبريجنيتد سوتشرز. الدرابس عندنا تو تايبس من الدرابس، يا اما الاوبسايت اللي هي ادهيزيف انسايز درابس، او الايودو فور امبريجنيتد درابس. ليه؟ ان الاوبسايت ملوش بنفيتس قوي، وده بالعكس في بعض اللي هي سيرجري ان انكريز ذا ريسك اوف سيرجيكال سايت انفكشن، عشان كده استبدلوه بالايودو فور امبريجنيتد انسايز دراب اللي هو احنا شايفينه ده. الوند بروتكتور، ودي برضو ما بستخدمش روتينلي، لكن بستخدم في بعض الجراحات. الفانكومايسين باودر كانتر اوبرتيف بروفلاكسيس، دونت ابلاي فانكومايسين باودر انتو ذا سيرجيكال سايت فور بريفنشن اوف سيرجيكال سايت انفكشن انكلودنج سباين سيرجري. الانتر اوبرتيف فيز ديسيبلين البيشن سكين بريباريشن، ده اختصار للكلام اللي احنا قلناه. الانسيجن درابس اللي هي سواء الاوبسايت او الايودو فور امبريجنيتد درابس، الاسترايل جاون والجلافز، البيشن هيموستاسيس وافيد الهايبوثيرميا والهايبوكسيا والهايبوتنشن، الثيتر ديسيبلينز والووند دريسنج. البوست اوبرتيف ميجرمنت changing dressing use an aseptic non-touch technique for changing or removing surgical wound dressing. El post-operative cleansing use sterile saline for wound cleansing up to 48 hours after surgery. Advise the patient to take a shower after 48 hours. Use the tap water for wound cleansing after 48 hours if the surgical wound has separated or wound bracket في drain فيها بس. For wound healing by primary intention, don't use topical antimicrobial agent for surgical wound. لأن ده ممكن تزود resistance للأنتيميكروبيال ده. For wound healing by secondary intention, use an appropriate interactive dressing. Don't use the eosinophil ولا الموست كوتنج غاز ولا الميركري antiseptic solution. الأنتيبيوتيك تريتمنت according to the infection اللي موجود، وعملنا له كالسيوم سنسيتيفيتي ولا لا، وده بيستخدم في حالات التريتمنت فيلير والديبرايمنت لو حصل انفكشن للوند. البوست اوبرتيف ميجرمنت الريكومنديشن فور بوست اوبرتيف ووند مانجمنت بروفلاكتيد نيجاتيف بريشر ووند ثيرابي ما يعتبرش مستخدم، واستخدامه كروتين لحالات السيرجيكال ووند ما بيستخدمش وما بنصحش فيه في اي جايد لاين، لكن لو في هاي ريسك بيشنت في عنده مشاكل او حاجات من الحاجات الهاي ريسك اللي اتكلمنا عليها قبل كده، ممكن استخدم النيجاتيف بريشر ووند ثيرابي از ا برايمري دريسنج دي بوست اوبرتيف سيرجي. ادفانسد دريسنج زي البرايمري سيلفر بيست دريسنج نو نيد ان احنا نستخدمها بعد العمليات، اللي تستخدم في حالات معينه لو حصل في انفكشن. دي جداول اختصار لكل الجايد لاينز اللي هي ال WHO والامريكان كوليج اوف سيرجون والسنتر فور ديزيز كنترول اند بريفنشن، ومقارنات بينهم بالنسبه للبري اوبرتيف باسنج او الديكولونيزيشن، وبيتكلم كل واحده اتكلمت على ايه. احنا مش هنعيدها تاني، احنا قلناها مختصرين في التجميع اللي قلناها قبل كده، لكن انا جايبها عشان لو حد حب يتوثق في القرايه ممكن يعمل لها سكرين شوت. وبرضه بتتكلم على الاوبتيمال تايمينج فور بري اوبرتيف سيرجيكال انتبيوتكس والميكانيكال باور بريباريشن اند ذا يوز اوف اورال انتبيوتكس، الهير ريموفال والسيرجيكال سايت بريباريشن والانتي ميكروبيال سكين سيلانس والسيرجيكال هاند بريباريشن والانهانسد نيوتريشنال سبورت والسموكينج ستيشن. وبالنسبه للبري اوبرتيف برضه او الانتر اوبرتيف ميجرمنت زي البري اوبرتيف ديسكونتينيوشن اوف اميونو سبريسيف ايجنت، بري اوبرتيف اوكسجينيشن، مينتنس اوف نورموثيرميا والمينتنس اوف نورموفوليميا، الدرابس والجاون واستخداماتها والووند بروتكتور ديفايس والبري اوبرتيف بلاد جلوكوز كنترول،
الانسيجنال ووند اريجيشن والبروفلاكتيك انسيجنال نيجاتيف بريشر ووند ثيرابي واليوز اوف سيرجيكال جرافس، كل واحده بتقول عليها ايه اللي يحب يتوسع فيها. التشينجينج اوف سيرجيكال انسترومنت واليوز اوف انتي مايكروبيال جرافس، اللامينر الفلو والووند كلوجر، السيرجيكال انتي بيوتيك بروفلاكسيس والووند كير والبوست اوبرتيف شاور. يبقى اتكلمنا على البريفنشن اوف سيرجيكال سايد انفكشن، هنتكلم على ثيرابيوتيك ميجرز اجينست استابليشد ووند انفكشن. وقلنا الثيرابيوتيك ميجر دي لو جرح هنا زي ما احنا شايفين لو هو بيستغيث بينا انفكتد كونتمنيشن اند بيوتكس. احنا عندنا ثلاثة تايب من الانسجنال سيرجيكال سايت انفكشن، يا اما سوبرفيشال يا اما ديب يا اما اورجان سبيس سيرجيكال سايت انفكشن. قلنا السوبرفيشال ده بيبقى وزين 30 دايز، اللوكيشن اونلي في السكين والساب كوتينيوس تيشو زي ما احنا شايفين بياخد التو لايرز اللي من بره دول. الكلينيكال ساينز والسيمتومز بتاعته بيبقى فيه سوبرفيشال بيرولنت درينج، بوزيتيف كالتشر كولكتد فروم السوبرفيشال ووند، at least one of the following pain or tenderness localized swelling redness او heat او and incision deliberately opened by surgeon unless culture negative. بعض الجروح ما بيعتبرش السيرجيكال سايت انفكشن زي الابيزيوتومي والسيركمسيجن، ستيتش ابسس فورميشن، انفكشن اوف ذا بيرن ووند، انسيجنال سيرجيكال سايت انفكشن اللي بيوصل للطبقه الثالثه اللي هي الماسلز بنعتبره ديب سيرجيكال سايت انفكشن. الديب سيرجيكال سايت انفكشن ده عدى مرحله السكن والسبكتينس تيشو وبيوصل للماسلز والديب تيشو ايزر بون والاورجنز اللي تحت، اللي بيبقى معاه بيرلونت درينج وديب انسيجن كونتينوس ديسنس اور اوبن باي سيرجن، بيبقى ابسس ان ديب تيشو لاير، وده بنشخصه عن طريق الاكزاميشن او عن طريق راديولوجيكال اكزاميشن. الاورجان او سبيس سيرجيكال سايت انفكشن لو هو التايمنج بتاعها لما ما فيش امبلانت مركبينها بيبقى حوالي 30 داي بعد العمليه، لو في امبلانت بيبقى خلال 1 يير. any part of the body that is manipulated during the surgery except skin or fascia or muscles لان دول بيعتبروا superficial و deep surgical site infection. ال wound assessment score عندنا 2 score، يعني عندنا asepsis score او Southampton score would enable surgical wound healing to be graded according to specific criteria usually giving a numerical value thus providing more objective assessment of the wound. ال asepsis wound scoring system قالك لو العين بياخد antibiotic بيديله 10 point، لو في drainage للباس بياخد 5، لو عمل debridement بياخد 10 point، isolation of bacteria عن طريق culture of cervix 10، لو قعد اكتر من 14 يوم في المستشفى بياخد 5 point، لو في serous discharge بياخد من 0 ل 5 according حسب الديتشارج اللي موجود، لو هو من 0 ل 20 بياخد درجة، من 21 ل 40% بياخد 2، لحد ما يوصل 100% بياخد 5 درجات. الريسيما برضو بتقسم من درجة لخمسة، البريلانت اوكسيديت بتقسم من 2 ل 10 او من 0 ل 10، والسيباريشن اوف ديب تيشيو برضو من 0 ل 10 اكوردنج لمساحة الوند الافكت. في النهاية بنجمع لو هو خد من 0 ل 10 بيبقى ساتسفاكتوري هيلينج، من 11 ل 20 بيبقى فيه ديستربنس اوف هيلينج، من 20 ل 30 بيبقى ماينور وورد انفكشن، من 30 ل 40 بيبقى فيه moderate wound infection، اكتر من 40 بيبقى فيه severe wound infection. الساوث هامبتون سكورنج سيستم مشابه ليه مقسم ل 6 ديجري، قال لك 0 بيبقى نورمال، 1 ديجري 1 بيبقى نورمال هيلينج وذ مايلد بروز وريسيما، 2 بيبقى ريسيما او اذر ساين اوف انفكشن، 3 بيبقى فيه كلين او هيموسيروس تشارج، 4 ميجر wound كومبليكيشن لايك باص، الخمسه بيبقى ديب اور سيفير انفكشن. ده الشرط بيقول لنا ازاي نتعامل مع الانفكتد ووند، لكن الشرط ده بيبقى مختصر عنه شويه. اول حاجه بيقسمهم لك لاربعه كريتيريا، لو ما فيش ساين اوف انفكشن، لو عندي لوكالايزد سايد اوف انفكشن، سبريدنج اوف لوكالايزد سيبسز، لو في سيستميك ساين اوف انفكشن. لو ما فيش ساين اوف انفكشن انا اخد اول حاجه select appropriate dressing regimen and manage the wound according to the local protocol، لكن لو عندي local sign of infection consider application of a topical antimicrobial agent
لو اللوكالايزنج ساين دي اختفت بنوقف استخدام الانتي ميكروبيال، لكن لو ما اختفتش وابتدى اللوكال ساين اوف انفكشن ستيل بريزنت بنعمل سيلكت الترناتيف انتي ميكروبيال وناخد ريجمنت غير اللي احنا استخدمناه. لو الانفكشن ابتدى يزيد وحصل له سبريدنج انفكشن بنعمل كونسيدر كومباينيشن ثيرابي ما بين الانتي ميكروبيال ايجنت اند سيستميك انتي بايوتيك. لكن لو دخلنا اخر مرحله اللي هي سيستميك ساين اوف انفكشن بنديله سيستميك انتي بايوتيك. لو في جود كلينيكال ريسبونس بين كومبليت كورس بنكمله بعد كده كونتينيو تو مونيتور ذا ووند. لكن لو دينالو سيستميك انتي بايوتيك وحصل بور كلينيكال ريسبونس ادجاست انتي بايوتيك ثيرابي اكوردنج تو سنسيتيفيتي الكالتشر اللي هتاخدها ونعالجها اكوردنج ليها وندي الانتي بايوتيك. برضه ده مور كومبليكيتد شرط عنه فخلينا نمشي على ده. لكن عشان نتكلم عليهم مجملا، اول حاجه المانجمنت اوف سوبرفيشال سيرجيكال سايت انفكشن، ودي الكريتيريا بتاعته بيبقى فيها ريدنس وبين وسويلنج وهيت وشارجنج باس، ودي بتبقى افكتد بطبقه السكن والسبكوتينيوس تيشو. اول حاجه لو اللي موجوده دي ان كومبليكيتد سوبرفيشال سيرجيكال سايت انفكشن زي السيلولايتس may be effectively managed with oral antibiotics without surgical intervention and debridement. زي ما احنا شايفين just local antibiotic systemic antibiotic enough. الانتيميكروبيال ثيرابي is recommended for 5 days and extended if clinical sign of infection persists or worsens. If you find purulent discharge زي ما احنا شايفين، اول حاجه لازم نعمل كلينسنج للووند. بنستخدم التوبيكال انتيسيبتكس زي الكلوروكسيدين او الهاني او الايدين او السيلفر، ودي الايفكت بتاعها على البكتيريا والفنجاي والفيروسز واتكلمنا عليها بالتفصيل المحاضره اللي فاتت. نعمل ديبرايمنت اف انديكيتد. لو هو سوبرفيشال سيرجيكال سايت انفكشن اونلي ريكواير ا ليميتد اريا اوف درينج، لكن لو هو ديب بنعمل ريكواير اوبننج لكل الووند. ممكن نحتاج اورال او انترفينس انتيبيوتيك. البيشنت education و support host defense. لو هو الأورجانيزم عنده ميسلين sensitive staphylococcus aureus بنستخدم first generation cephalosporin زي السيفازولين أو الأنتي staphylococcal penicillin. لكن لو عنده allergy للبنسلين ممكن نستخدم الكليندامايسين. لكن في حالات المرسى اللي هي ميسلين resistance staphylococcal aureus ممكن نستخدم الفانكومايسين اللاينوزوليد أو اي equivalent antibiotic مناسب ليها. لو هو جرام نيجاتيف او ميكسد اورجانيزم such as سولومونس او الريجنوز او انتريكوكس او الشريشة كولاي او الاذر انتروبكتيريا الموجودة بنستخدم برود سبيكترم انتي مايكروبيال كفرج اكتف اجينس الجرام نيجاتيف اند الانيروبس زي الفانكومايسين بلس بيبراسيلين والتازوبكتام او امبينيم او ميربنيم اند كيفالوسبورين أو فلوروكولينون مع كومبينيشن مع الميترونيداسول. إمتى نستخدم الأنتيبيوتيك؟ في حالات السيلولايتس، الليمفانجايتس، البكتيريميا، سيستميك انفلاماتوري ريسبونس، أند مالتيبل أورجان ديسفانكشن، ديفرنت باثوجينز، وده شخصناها عن طريق الكالتشر، أو بور هوست ديفنس ميكانيزم. المانجمنت للديب سيرجيكال سايت انفكشن ممكن نعمل زي ما بنستخدم عملنا في السوبرفيشال انفكشن، بس لازم يكون في هوسبيتالايز في المستشفى. كونسيدر انفكشن ديزيز كونسلتيشن، دايما بنحتاج الاورال والانترفينس انتيبيوتيك. مي ريكوير سيرجيكال ديبرايمنت ان اورثوبيديك بروسيجر ان لور ليمب، بنمنع الويت بيرنج وان جوينج ايفالويشن اكوردنج للكلينيكال فايندنج. وبنعمل الديبرايمنت وزي ما اتفقنا اللي هو في الديب بنفتح الووند كله، اللي هو سوبرفيشال بيبقى لوكالايزد بس على حسب الحته اللي فيها انفكتد. ريموفال اوف اني ديبرس اور فورين بودي سبيسيفيك ووند كور تو الا كير تو الا هيلينج باي سكندري انتنشن، او ممكن نعمل ديلي برايمري اور سكندري كلوجر للووند. التريتمنت اوف اورجان او سبيس انفكشن سيرجيكال سايت انفكشن، لو في نكروتايزنج انفكشن أدى إلى separation للفاشيا بنعمل extensive debridement. لو عملنا debridement أقل من اللازم ممكن نحتاج إن الديبرايمنت ده يتعاد مرة واتنين أكتر من اللازم.
لو في انفيزيف بولي ميكروبيال نكروتايزنج انفكشن بيدينا محتاج سيفير ديبرايتمنت ومحتاج نتعامل على مع الباثوجين الموجوده ودايما بتبقى اللي هي المرسم الباثوجين. النكروتايزنج انفكشن will be seen following gastrointestinal contamination of the surgical site اللي احنا شايفه. Treatment of systemic infection as in deep wound infection require hospitalization, intravenous antibiotic, bed rest and going evaluation according to clinical finding. لما نيجي نتكلم على management of infected wound لما يكون مركب implant أو hardware زي في حالات الأرثوبيديك operations. أول حاجة بنعمل diagnosis لل wound infection. Treatment of initial surgery for fracture site infection. Implant هنحدد ان احنا نشيلها او نخليها. المانجمنت اوف ذا انفكتد ووند الووند كلوجر اند ديفينيتيف ستابيلايزيشن البون اند سوفت تيشيو ريكونستراكشن. اول حاجه بالنسبه للدياجنوستيك للووند وده عن طريق اللاب وعن طريق الكالتشر للتشارج اللي طالب من الووند والراديولوجيكال سواء اكس راي او سي تي او ام ار اي ولا عن طريق الوايت بلاد سيل ليفل سكان MRI. Treatment of initial surgery for fracture site infection. بنعمل deprivation of non-viable tissue. Thorough irrigation of the tissue with normal saline. Remove or maintain the hardware according لحالة ال fracture وال timing بتاع ال operation. Indication بتاع deprivation any active infection. The technique the hardware should be maintained if stability at risk with removal. Low pressure irrigation with normal saline. Thorough identification and deprivation of infection. Deep bone specimen should be obtained for culture as well as biopsy. عشان نكرر الامبلانت هنشيلها او نخليها. اول حاجة لو هي acute infection في خلال 2 weeks او الوند ده اتعمل حصل انفكشن افتر 2 ويكس وده اكوردنج وجود البايوفيلم. لو هي خلال اسبوعين بيبقى البايوفيلم ما اتكونش، لكن لو بعد اسبوعين بيبقى في بايوفيلم اتكون على الامبلانت اللي موجوده جوه. If hardware maintain absolute stability it may be possible to retain until fracture is healing. لكن في حالات الديليد انفكشن اكتر من اسبوعين usually require removal of hardware لان بيكون متكون عليها بايوفين مهما اخد من انتبيوتكس ومهما عملت ديبرايد ممكن ما تقدرش تشيل البايوفين اللي موجود. الحاجات اللي بتحدد لي امتى اشيل الامبلانت بتاعتي لو هي مثلا وجود النيل اوستيوسينسيز او unstable اوستيوسينسيز or insufficient fracture reduction, compromised soft tissue envelope, compromised host physiology زي الالكوهوليزم والديابيتس والفاسكولار انسفيشنسي والسموكينج difficult to treat الباثوجين. الميجرمنت او المانجمنت اوف ذا انفكتد ووند عن طريق ممكن نستخدم النيجاتيف بريشر ثيرابي ديكريز ذا سبيس والهارد وور كفرج. الووند كلوجر اند ديفينيتيف ستابيلايزيشن دايما ممكن تري ديلايد برايمري كلوجر او السكين جرافتنج سكندري انتنشن هيلينج او البون هيلينج ويز برلونج بيريود اوف امبولايزيشن اور ستيج اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. البون اند سوفت تيشو ريكونستراكشن وده اكوردنج لحاله البون دي حاجه مالهاش علاقه بالبون دلوقتي ده حاجه ادفانسد اورثوبيديك. تالت حاجه هنتكلم عليها ثيرابيوتيك ميجرمنت اجينست البايوفيلم. الحاجات التقليدية اللي احنا متعودين عليها سواء الانتيسيبتيك او الانتيبيوتكس او حتى الدريسنج الادفانسد منها دي بتعتبر ان يعني هاز مينيمال افكت زي ما احنا شايفين تأثيرها بيبقى ضعيف جدا على البايوفيلم. طيب نعمل ايه عشان نعالج البايوفيلم؟ ممكن نعمل ميكانيكال ديسربشن زي السيرجيكال ديبرايمنت او الالتراسونيك تريتمنت، كيميكال ديسربشن عن طريق السابلفيكيشن او الانزيم ديجريديشن عن طريق الجينات لاييز، موليكولار تكنيك ديسربشن اوف بكتيريال ادهيرنس او ديسربشن اوف كوارم سينسينج باث واي، انهبيشن اوف بايوفيلم ماتريكس سينسز او فوتو دايناميك ثيرابي، استخدام السوتابل ووند دريسنج وبنغير البي اتش بتاع الووند وهنتكلم عليهم. اول حاجه الميكانيكال ديسربشن عن طريق سيرجيكال ديبرايمنت او ديفايس ريموفال والالتراسونيك تريتمنت، السيرجيكال ديبرايمنت او الشارب ديبرايمنت
اللي هي حرف تي في التايم بروتوكول، ونستخدم كونزرفاتيف شارب وونت برايمت بيدي نتائج احسن في حالات البايوفين. الريموفال اوف فيزيبل سلاف اند ديبريس فروم ذا وونت. Current disease limited evidence for other type of deprimant that include enzymatic or ultrasonic deprimant. لأن الشارب أو السيرش كان بيدي نتائج أحسن من other type of deprimant اللي كنا اتكلمنا عليهم قبل كده. يا ريت إن احنا الجراند نعيده في أكتر من مرة عشان نقدر نعمل complete eradication للبايوفيلم. برضه ممكن نستخدم الابروبريت توبيكال انتيسيبتيك، بيساعد مقاومة البايوفيلم في فترة ما شلنا جزء كبير منه قبل ما يعيد تكوينه مرة تانية في خلال الكام يوم اللي بعد الديبرايدمنت. عن طريق ستيميليشن الجروث اوف نيو هيلثي سيلز. بعد كده الكومبايننج ديبرايدمنت ميثود اللي هو بيستخدم اكتر من طريقه، ممكن سيرجيكال وانزيماتيك. كنا قلنا ان هي ما هياش افكتيف او ليها ممكن مشاكلها الكتيره، لكن هي ان لو استخدمناها كان ensure that you are removing as much dead tissue as you can helping to promote wound healing. الالتراسوند ثيرابي الافكت بتاعه ليه دايركت بكتيريال كيلينج. البايوفيلم ديجراديشن اند ديسبيرسال انكريز السينرجيستك ثيرابيوتيك افكتيفنس اوف انتي مايكروبيال اور اذر دراج. يبقى لما بنستخدمه مع الانتي مايكروبيال بيزود الافكاسي بتاعتها. الالترا ساوند هاز بين فاوند تو ريديوس البلانكتونيك بكتيريا اند بايوفيلم ان كرونيك وند. الالكترو سيميوليشن اللي هي السمارت بانداج، دي حاجات من الحاجات اللي هي الحديثه بتستخدم، وبيقولوا ان ليها رول في علاج الانفكشن والبايو فيل. استخدام الانتي مايكروبيال الكرنت يونايتد ستيت اند يوروبيان جايد لاينز فور انتي مايكروبيال يوسج. الكوشن اجينست اوفر يوز او الابروبريت يوز اوف توبيكال اور سيستميك انتي بيوتيك عشان حالات الريزيستنس اللي هي بتظهر كتير قوي لاستخدامات الانتي بيوتكس. These guidelines are especially appropriate for chronic wound because antibiotics have a minimal effect on biofilm. A systemic antibiotic cannot eradicate a wound biofilm, but it is used to help manage planktonic bacteria, acute infection, and the prevention of associated systemic infection. Nanotechnology دي عبارة عن طريقة جديدة انه بيحمل الانتيبيوتكس على نانو بارتكلز، وهنشوف فوائدها دلوقتي. This nanotechnology approach has the potential to become a very powerful treatment of chronically infected wound with a biofilm forming bacteria. قال لك النانو تكنولوجي تطور ذا بريسنج ا نيو لايف انت اولد انتيبيوتكس. استخدام الانتيبيوتكس وظهور الريزيستنس ليها وعدم القدره على انها تقدر تقاوم المايكرو البايوفين، لكن لما حملوا الانتيبيوتكس دي على نانو بارتكلز لقوا ان ليها قدراتها والافكاسي بتاعتها ابتدت تزيد. قال لك ده عباره عن نوفل سيرفيس نانو كارير ووز ديفلوبد. This enhances the antimicrobial action against the range of wound pathogens. It had an enhanced effect on several bacterial species which were previously resistant to ordinary antibiotics. This enhanced antibiotic efficacy is due to electrostatic attraction between البوزيتيف شارج اللي موجودة على النانو بارتكلز اللي موجودة مع الانتيبيوتكس والنيجاتيف شارج اللي موجودة على البكتيريا، وبالتالي بيقدروا يقضي على البكتيريا الموجودة في البايوفيلم. The surface coated nanogel with encapsulated antibiotics اللي هي الميثود دي provide locally released antibiotics in much higher concentration than the free antibiotics. يعني لو انا حملت الانتيبيوتكس ده على النانو بارتكلز هيديني تركيز اعلى من النانو بارتكلز لو انا استخدمت بالاوردينري ميثود للتيك للانتيبيوتك دي. With negligible cytotoxic to human cell in a concentration sufficient to kill resistant bacteria. يبقى هي بتديني higher dose وفي نفس الوقت السيتوتوكسيس بتاعتها بتبقى أقل بكتير جدا. عشان أحصل على الهاي دوز دي لو أنا أخدت الأنتيبيوتكس بالأوردينري ميثود ممكن تبقى سيتوتوكسيك وبتسبب مشاكل وسايد إفكتس كبيرة. These novel methods offer a new opportunity to extend the lifespan of existing antibiotics. It is considered an expensive material if compared with its benefit in reducing future bacterial antibiotic resistance. يبقى حتى لو هي غالية لكن مستقبلا
مع وجود سيفي الريزيستنس اللي بتظهر كل يوم لانواع جديده من الانتيبيوتكس، فهي تعتبر اجماليا ارخص من ان انت تستخدم انتيبيوتيك ويحصل لها ريزيستنس وتضطر تغير على اكتر من نوع من الانتيبيوتكس. السوتابل وند دريسنج في انواع مختلفه، وبعض الحاجات اللي ممكن تاثر على البايفين وهنتكلم عليها بالتفصيل في المحاضره الجايه ان شاء الله. عن طريق ان احنا بنغير البي اتش بتاع الوند بنقدر نقضي على كتير من المايكرو اورجانيزم او الباثوجين اللي متسببه للبايوفين، لان البكتيريا بتعيش تقريبا في بي اتش حوالي من 7.2 ل 8.3، عن طريق ان انا بقلل البي اتش بتاع الوند، فبالتالي بيبقى انسوتبل ميديا للجروث بتاع البكتيريا، وبالتالي اقدر اقضي على جزء كبير جدا منها واقدر اقضي على البايوفين. وزي ما كنا بنستخدم في حالات الاسيتيك اسيد والفاش انتسيبتيك، وانا كل دول بيقللوا البي اتش بتاع الوند. الموليكولار تكنيك دي حاجات من الحاجات الجديده اللي بنعتبر انها بتعمل ديسربشن للبكتيريا الاديرنس، الديسربشن اوف كوارم سينسينج باث واي، انهبيشن للبايوفيلم ماتريكس سينسز والفوتو دايناميك ثيرابي، وهنتكلم عليهم دلوقتي. ان احنا ممكن نعمل ديكريز للبكتيريا الاتاتشمنت ان بايو ماتيريال سيرفيس، يعني ان لو جبنا مثلا الامبلانت اللي احنا بنركبها في العظام، لو غيرنا السيرفيس موديفيكيشن بتاعت الامبلانت دي عن طريق ان احنا ممكن بروتين كوتينج ساتش از الهيبرين او الالبومين او سيرفيس موديفيكيشن زي الهيدروفيليك تشينز او فوسفورايل كولين موديفايد بوليمرز كوتينج، بتغير من خصائص السطح بتاعها، وبالتالي يبقى السطح بتاعها غير مناسب للبكتيريا ان هي تيجي ويعمل لها اتاتشمنت وتكمل اللايف سايكل بتاعت البايوفيلم فورميشن. او ممكن نعمل ديكريز بكتيريال ادهيجن اون بايوماتيريال سيرفيسز، and chemical properties of the biomaterial surface could be modified to alter the propensity for bacteria adhesion and subsequent biofilm formation by using يا اما بنعمل electro polishing titanium with titanium alloy, coating titanium or stainless steel with nitrogen ion, titanium nitride coating are known to induce fibroblast attachment وبيزود الجروس بتاع الفايبروبلاست، وبالتالي بيقلل فرصة الاديجن للمايكرو اورجانيزم على السيرفيس بتاع الاورثوبيديك امبلانت. Decrease bacterial colonization on external fixation pins and wires عن طريق ان انا بستخدم قطع من السفنج والبوليوريثان امبريجنيتد بالجنتامايسين، بتقدر تعمل لي ريليز للجنتامايسين بتركيز حوالي اكتر من 4 مايكرو جرام لكل ملي، ودي بتبقى اعلى من المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن فاليو، والفتره حوالي لمده 26 اسبوع، فبالتالي بتقلل الكولونيزيشن اللي موجوده على التشانز والكي واير في حالات الاكسترنال فيكسيتورز. بنقلل البكتيريا كولونيزيشن على البروسيسز عن طريق dealing with intracellular communication in biofilm can alter or interrupt ال pathway بتاع البايوفيلم formation. ال intercellular communication is vital for biofilm formation and maturation، وكل واحدة سواء جرام نيجاتيف أو جرام بوزيتيف ليها ال intercellular communication بتاعها الخاص بيها. برضه استخدام antibiotic impregnated implants زي use of local antibiotics eluted from implant to supplement systemic therapy has been proven effective in controlling orthopedic infection. Thus, there has been an interest in coating implant سواء stainless steel أو titanium أو titanium alloy with a thin layer of antibiotic labeled biocompatible أو biodegradable polymers such as polylactic coagulase acids. دي كلها بتعمل release أو continuous release للأنتيبيوتكس وبتقلل فرصة تكوين البايوفيلم على الأرثوبيديك إمبلانت اللي موجودة جوه جسم الإنسان. Various antibiotics have been studied زي الجنتامايسين والسيبروفلوكساسين والفانكومايسين، زي إن هم يحطوها على السيرفيس بتاع الأرثوبيديك إمبلانت. However, the main concern is the development of resistant bacteria which is more likely if combination of antibiotics is used.
لكن لانه اكتر حاجه ممكن تسبب او عائق لهذه الطريقه هي الريزيستنس اللي ممكن تحصل للبكتيريا دي، لكن قدروا يتغلبوا عليها ان هو لو اتحطت بطريقه معينه انها تقدر تعمل لي ريليز لكميه اعلى من المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن الخاصه بالدراج ده، وبالتالي تقدر نتغلب على موضوع الدراج ريزيستنس. كل اللي اتكلمنا عليه حاجات منطقية جدا في علاج الانفكشنز والالسرز والكرونيك ووند، لكن في بعض الحاجات او بعض الووند كل اللي اتكلمنا عليه النهاردة ممكن ما بيجابش نتيجة معاهم، وقعدوا شهور وسنين بيتعاملوا معاهم، خلى بعض الدكاترة والعلماء قالك ما يعني يفكروا بره الصندوق، يعني يفكروا طب نعمل ايه، هو كله عايز يتفادى الامبيوتيشن مش عايز يعمل امبيوتيشن، طب نعالجه ازاي يعني. يعني حاجات ادفانسد ودخلوا على النانو تكنولوجي ودخلوا على الامبلانتس الامبرجنيتد بالانتيبيوتكس ودخلوا وعملوا ما لا تتخيلوا، ورغم ده كله في بعض الاحيان ممكن ما يحصلش هيلينج لكرونيك السر او كرونيك انفكشن. فكروا ازاي، قال لك طب احنا ممكن نقدر نعمل ليمب سلفاج ان سيفير ريكالسيترانت دايابيتيك فوت السر عن طريق استخدام الاكسينر فيكسيتر والابيزار. ازاي؟ قال لك في حالات الديستراكشن استوجينيزيس لقيوا انه بيحصل سيفير انكريز للفاسكولار سبلاي حوالين المنطقه اللي بيحصل فيها او الشد بتاع العنف في المنطقه اللي هي ديستراكشن استوجينيزيس. قال لك طب ما احنا ممكن نستفيد بالميزه دي، ان لما نتيجه الديستراكشن استوجينيزيس اللي بيحصل ده والفاسكولاريتي اللي بتزيد، فبالتالي انا لو عندي مشكله وعندي ألسر وما بتخفش نتيجة إن هي ممكن تكون الفاسكولاريتي متأثرة، ليه ما استفدش بالميزة اللي حصلت دي؟ وفكر فيها إن هو قال لك إيه المانع أنا يعني لو عنده كرونيك دايابيتيك فوت ألسر زي كده، إيه المانع أنا أعمل مايكرو فراكشر هنا فوق في التيبيا وعن طريق الجزء ده أوصله بالإكسترنال فيكسيتور أو الزاروف وأبعده رايح جاي بطريقة معينة بريت معين لحد ما بيزود البلاد سبلاي ويخفف الالسر زي ما احنا شايفين. بس ده كلام على الرأس، طب لو حبينا نطبق، لو شفنا حالة زي دي كرونيك ألسر زي ما احنا شايفين بعد ما تعمل لها ديبرايزمنت، طبعا صعب جدا ان انت تعالجها وهتحتاج اكتر من عملية تجميل وسكين جرافت، وممكن يكون جرب معاها حاجات زي كده وفيلد، ركب لها اكسينر فيكسيتر وعمل الطريقة اللي عمل ديستراكشن اوستيوجينيسيس وزود البلاد سبلاي اللي رايح للفوت وانتهى تفكيك حاضر الحفظ على رجل هذا الوضع. عشان يثبت القصة دي عمل الـ CT انجيوغرافي قبل ما بيعمل الطريقة دي، وبعد ليه ان فعلا بعد ما عمل ديستراكشن اوكسجينيز لقيه ان البلود فيزلز الكاليبر بتاعها زاد واللاترال سيركيليشن كلها زادت حوالين الفراكشر سايت وحوالين حالة زي كده فيها جنجرينا في السكند 2 وامبيتيتد في السيرد 2، وبعد ما اعتبرنا البرايمنت سكن واضح الافكت بالمنظر ده، راكب لها الاكسنال فيكسيتور وانتهت هنا والانفكشن خف والالسر رجعت لحالتها الطبيعية. ألسر بالمنظر ده وسكن فيري باد كونديشن لما تنتهي بالوضع ده، يعني يعني التفكير فعلا غير عادي، او كرونيك ألسر زي كده وكل المنطقة دي سواء ميديالي او لاترالي كل ده ديجلوبت وافكتد بالمنظر ده وكله ديستراكتد للسوفت تيشو، وابتدى يعمل نركب له اكسترنال فيكسيتر وعمل ديستراكشن اوستيوجينيسيس وزود الفاسكولاريتي والملابسه اللي راح للفنت وتحسنت الرجل بالمنظر ده. واخيرا انا عارف ان دوشتكم النهارده واتكلمنا اكتر من لازم، بس هو الموضوع فعلا كبير، وعشان تلمه من جميع النواحي ويتلم كل الكلام الخاص بالانفكشن اوف ذا ووند، لان احنا كدكاتره مفيش دكتور ما قابلوش جرح انفكتد، مفيش دكتور كل نتائج عملياته 100% مهما كان ومهما كان المركز ومهما كان التكنيك والميجرز اللي انت شغال بيها ومهما كانت المستشفى اللي انت شغال فيها، لازم في النهايه ممكن جرح او اتنين او اكتر ممكن يحصل له انفكشن، فكان لازم نعرف ازاي نتعامل مع انفكشن، ازاي نتعامل مع انفكتد وند والسيرجيكال سايت انفكشن، وازاي نعمل لها كلاسيفيكيشن، ازاي الطريقه ان انا اعمل الكالتشر سواء للحاله دي، ازاي اعالج السيرجيكال سايت انفكشن، ازاي اتعامل مع الحاجات اللي كان ممكن تؤدي لامبيوتيشن للرجل وافقد الليمب ده
هو العيان ده يفقد حياته نتيجة الانفكشن او الانفكتد ووند. فاعتقد ان الموضوع مهم ويستاهل ان احنا ممكن نقعد حوالي ساعة ونص او ساعتين الا ربع نسمع عنه. وإلى اللقاء في المحاضرة الجديدة إن شاء الله المرة الجاية على الـ Optimal Dressing. Thank you.